تعال نكمل بقى كده. هنركز النهارده قوي على ان شاء الله موضوع البارتيشننج، تمام؟ بما اننا قاعدين مضيعين يوم او تقريبا يومين كاملين عشان نفهم الدنيا والهارد ديسك اللي بيحصل حواليه لما بتكلم بارتيشن، وايه الفرق بين البارتيشن تيبل والاينود تيبل، تمام؟ طيب بكل بساطة اهم حاجة بالنسبة لي النهاردة تبقى قادر بعد ما نخلص الدرس دوم تكون قادر تتعامل مع اي ديسك قدامك، ماشي؟ طيب كلام جميل. هنبدأ الاول بلابس بسيطة جدا زي ان انا كريت برايمري بارتيشنز، خلاص. الحاجة التانية ان انا كريت اكستندد او لوجيكال بارتيشنز، وبعد كده هنكمل ازاي اخليها اكسسبل بالنسبة لي، خلاص. وطبعا قبل ما اخليها اكسسبل ما تنساش ان انا لازم احط لها فايل سيستم، ماشي كده؟ طيب كلام جميل. فانا عندي فيرتشوال ماشين اهي من اول ما اشتغلنا، لو انت فاكر هي نفس الفيرتشوال ماشين من يوميها زي ما هي، مفيش اي تغيير عملناه عليها، خلاص. لو انت فاكر كده، لو رحت للفي ام ورحت للسيتنج بتاعتها، الفي ام بتاعتي دي كان رامتها كنت هتطلع 2 جيجا رام، انا شايف ان ده اكتر من كفايه كمان ليها. ايه كمان كنت هتطلع 2 كور بروسيسور، كنت هتطلع هارد ديسك واحد مساحته 100 جيجا اهون لو انت فاكر، تمام كده. والمساحه المستخدمه اجمالي من 100 جيجا 3 جيجا بس، كل اللي انا مستخدمه منها 3 جيجا فقط لا غير. طيب كلام جميل. طيب انا محتاج اضيف هارد ديسك تاني عشان ابدا اجرب كده واقعد العب معاه، تمام كده. فانا هاد هنا عندي، هقول له هاد هارد ديسك نيكست. نوع سكازي ولا ساتا مش فارق معاك في اي حاجه، هو بيقول لك بس السكازي بالنسبه لي كفيرتشوال انفايرمنت هي دي الريكومندد، الديسك الريكومندد بالنسبه لي، هايميوليت ان انت عندك سكازي ديسك، خلاص. طيب تعال كده نكمل. هاد نيو فيرتشوال ديسك عندي، الماكسيمم ديسك سايز وليكن خليه 20 جيجا، مفيش اي مشكله، تمام. وهسبلت الديسك دون لمالتيبل فايلز ولا سنجل فايل، برضه مش فارق معايا في اي حاجه. اسم الديسك هيكون ايه؟ برضه مش فارق معايا، اي اسم يحطه. على فكره انت مجرد ما بتضيف الديسك بس ايه اللي بيحصل؟ تعالى كده عندي يا سيدي، لو رحت هنا للفيرتشوال ماشينز، فين يا سيدي؟ اهون. بص لي كده، كل اللي حصل لما انا قلت له ضيف لي هارد ديسك، بص عمل ايه؟ بص كده كويس، راح اعمل ملفات فاضيه، الملفات دي هي اللي هتبقى ايه؟ الديسك بتاعك، بس كده لا اكتر ولا اقل، تمام. طيب كلام جميل. نرجع بقى للفيرتشوال ماشين مره ثانيه. تعالى كونكت كده على الفيرتشوال ماشين دي، الاي بي بتاعها كان كام يا سيدي؟ مية واربعة. طيب تمام، ممتاز جدا. فاكر الامر بتاع امبارح ال اس بلوك؟ فاكر ال اس بلوك كان بعرض لك ايه؟ كان بيعرض لك الديسكس اللي اتاتش بالماشين بتاعتك. لو استخدمت الامر النهارده مع ان لسه ضايف الديسك، فايه مش هتلاقي برضو الديسك ظهر، لسه الديسك ما ظهرش، خلاص. وليه الحكايه دي؟ بكل بساطه عشان الديسك عندك يظهر. الموضوع بسيط جدا، وانت بتبوت الماشين بتاعتك البايوس بيحاول او البيزك انبوت اوتبوت سيستم بتاعك بيحاول يديتكت الهاردوير اللي كونكتد بالماشين بتاعتك، تمام. طيب العمليه دي بتتم لما بتبدا المكنه بس، او انت بتبدا المكنه. طب دلوقتي انا ضفت الهارد ديسك، ضفته امتى؟ بعد ما المكنه اشتغلت، صح؟ فكده ايه اللي حصل؟ لسه الديسك بتاعك مش ديتكتد، ده مش تعمل ريستارت، ده لو انت شغال على فيزيكال هوست هتضطر تعمل ريستارت، لكن لو انت شغال على فيرتشوال ماشين زي دي لازم تعمل شوت داون،
ماشي كده تمام. ليه الحكايه دي؟ لان الهاردوير بتاعك كله هتلاقيه متعرف في فايل كده، هنا هتلاقيه امتداده دوت في ام اكس، كل حاجه انت حاطها في المكنه دي هتلاقيها متعرفه هنا. بص دي السيتنج بتاعتك اهي، حتى الديسك بتاعك اللي انت لسه ضايفه، شايف الديسك؟ مش ده الديسك اللي انا ضايفه؟ متعرف في الملف ده، في الملف ده بيتقرا لما يكون كفيرتشوال ماشين. امتى؟ ها بيتقرا فقط لما تيجي تبدا المكنه بتاعتك. طب لو انت عملت ريبوت ما بيرجعش يقرا الملف ده، هو خلاص قرا مره وعمل له لود في الميموري بس، خلاص مش هيقعد يقرا كل شويه تمام. فانت لازم تعمل شوت داون. طيب هو في حل تاني اصلا؟ يعني في طريقه تانيه؟ اه في طريقه تانيه، انت ممكن تفورس الماشين بتاعتك ان هي تعمل ريسكان للباصز اللي كونكتد بيها، بكل بساطه تريلود الكونفيجريشن بتاعها خلاص وهي شغاله، مش لازم تعمل شوت داون ماشي. مش يعني اقول لك ايه، في باكج اصلا بتديك يوتيليتي بتعمل حاجه زي كده. اهي اسمها اس جي 3 اندرسكور يوتيلز، ان شاء الله كمان كام يعني كمان كام يوم كده هبدا استخدمها واوريك ازاي تعمل حاجه زي كده ماشي. دي الباكج اللي هنبقى نستخدمها، هتديك تول، التول دي هتخليك تسكان او تقول الفيرتشوال ماشين دي يا فيرتشوال ماشين سكان لو في اي فيرتشوال هاردوير اتضاف عندك، هتروح وهتعمل له بروب وايه وهتسكان الايه الهاردوير ده خلاص. وبالمناسبه نفس التول دي ممكن تستخدمها لو عندك فيزيكال سيرفر او عندك فيزيكال هاردوير، انت ضفت له ها انت او ضفت له ديسك او ضفت له اي ستورج ولسه مش ديتكتد ماشي كده ماشي. يعني دي ممكن تستخدمها مع الفيرتشوال والفيزيكال هاردوير الاثنين، ما علينا. المهم خلينا دلوقتي في ابسط طريقه اللي هي كانت ايه، لازم تشت داون المكنه، وبعد ما تشت داون لازم تعمل ايه ها تشغلها مره ثانيه. يعني خلينا ناخد الطرق كده واحده بواحده، يعني ما نستعجلش، يعني بقى ماشيين براحتنا خالص بهدوء. اهون المكنه اتقفلت اهي، انا اعمل لها باور اون تاني. بالنسبه لنا بقى ان احنا مش في برودكشن والانفايرمنت بتاعتنا حلوه يعني والدنيا سريعه، فمش فارق معاك يعني لما تقف 20 30 ثانيه، لكن لما تكون في برودكشن انفايرمنت طبعا ده بالنسبه لك بيبقى يعني شغلانه بقى فيلم هندي. طيب تعالى كده نحاول نكونكت مره ثانيه للمكنه دي. يلا وحش المكنه بقت اب اهي، ال اس بلوك مره ثانيه. ها بص لي كده ايه اللي حصل، شايف ايه اللي اتضاف؟ تمام كده يبقى الديسك عندك ظهر ولا لا؟ اهو ظهر اهو خلاص مفيش اي مشاكل فيه. طيب كلام جميل، تعالى بقى ايه نبدا نتعامل مع الديسك ده ونعمل له بارتيشننج ونبدا نشوف هنتعامل معاه ازاي. بالمناسبه في اكتر من طريقه عشان تشوف الديسك بتاعك، ممكن تستخدم كده تول اسمها اف ديسك وتستخدم معاها اوبشن داش ال، داش ال بيعمل ليست للكونكتد ديسكس اللي عندك او للكونكتد ستورج اللي موجوده عندك ماشي. ودي اول طريقه هنستخدمها كمان، دي اول طريقه هنستخدمها عشان نعمل بارتيشنز. بص لي كده عندي هتلاقي في بارتيشنز راحت فين اهو من اول هنا. بص هيقول لك انت عندك ديسك اسمه ايه، ها الديسك الاولاني اسمه ايه، ديف اس دي اي، ومساحته حوالي 100 جيجا. وشايف عندك في كام سيكتور، بالمناسبه السيكتور سايز بتاعك عباره عن كام بايت؟ ها 512 بايت. معنى كده ان انت عندك كام سيكتور؟ عندك 100 جيجا وكل سيكتور ها نص كيلو، يبقى انت عندك كام؟ 200,000 سيكتور، ده شيء منطقي يعني. طيب كلام جميل، ايه تاني؟ بص لي بقى كده عندك الديسك، الديسك ده فيه بارتيشنز،
اول حاجه كمان الديسك ليبل، الديسك ليبل تايب اللي هو بكل بساطه ها الديسك بتاعك ده شغال ايه بالظبط، شغال ام بي ار ولا شغال جي بي تي ولا شغال سان ديسك ليبل ولا شغال ايه. الام بي ار اللي كنت بكلمك عليه اسمه ديسك اوبريتنج سيستم او دوس، ماشي كده. الام بي ار بارتيشننج ده هتلاقي اسمه في بعض انظمه التشغيل دوس، فلو لقيت الدوس دي موجوده معناها ان الديسك بتاعك بيستخدم اي بارتيشننج سكيما ها على طول اوتوماتيك اعرف ان هي ام بي ار، ماشي كده. طيب كلام جميل، يبقى الدوس ده هو المرادف بتاع ها ام بي ار، خليك فاكر الحكايه دي. طيب ممتاز. عندي كمان هنا الام بي ار ده، بص لي كده انا عندي كام بارتيشن موجودين، عندي ديف اس دي اي واحد وده بيبدا من السيكتور رقم 2048 لحد مش عارف ده كام الرقم ده 102000 لا ده 1,026,000 مش عارف 47. البلوكس حجمها قد ايه ها؟ الديسك ده بكل بساطة عليه بارتيشن مساحته حوالي 512,000 بلوك، يعني حوالي 512 ميجا اهو، ماشي كده، حوالي 512 ميجا. طيب عندك كمان ديسك على عندك بارتيشن تاني في الديسك ده اسمه اس دي اي 2، وبص بادئ من فين لحد فين، ماشي اهو، من اول بلوك فاضي بعد البارتيشن الاولاني لحد البلوك رقم كام 20971,5199 تقريبا تقريبا ها لحد نهايه الديسك ده، والمساحه البلوكس كلها حوالي 100 جيجا اهو، مستخدم كل المساحه اللي باقيه، ماشي. لاحظ بقى ان كل بارتيشن عندك هيكون له حاجه اسمها سيستم، او ممكن تسميه سيستم اي دي اهو، وهقول لك ايه سيستم اي دي ده، ماشي هقول لك دلوقتي حالا. طيب بص يا سيدي، ايه موضوع سيستم اي دي؟ موضوع سيستم اي دي ده بسيط جدا. ازاي يا سيدي؟ قال لك هو البارتيشنز كلها لما بتعملها كلها زي بعض، هل البارتيشن زي بعض؟ لا. ازاي؟ قال لك ده في بارتيشنز بتبقى بارتيشنز عاديه زي فات ان تي اف اس اي اكس تي 3 اي اكس تي 4 اكس اف اس زد اف اس، بارتيشنز عاديه زي اللي بنستخدمها كل يوم. هو في بارتيشنز مش عاديه؟ اه في بارتيشنز مش عاديه. ازاي بقى؟ قال لك في بارتيشنز ممكن استخدمها عشان اجمعها كده من اكتر من ديسك بشكل فيرتشوال واعمل ستورج سبيس كبيره قوي، خلاص، من الانواع المشهوره قوي زي الريد وزي ال في ام، ودول اللي هناخدهم في الكورس بتاعنا ان شاء الله، ماشي تمام كده. طيب وليه البارتيشنز دي سبيشال قوي؟ زي ما قلت لك لان انت هتبقى قادر ان انت تجمع اكتر من بارتيشن مع بعض، وممكن يكون كل بارتيشن فيهم على ديسك لوحده، تجمعهم كده بشكل فيرتشوال وفي الاخر تعمل ستورج بول كبيره جدا. طيب السيستم هو بيتعامل بقى بيدي لكل بارتيشن تايب سيستم اي دي مختلف، والمناسبه السيستم اي دي ده بيكون مختلف حتى ما بين البارتيشنز العاديه، يعني لو عندك فات 32 هتلاقي له هتلاقي الفايل سيستم ده له اي دي، لو عندك ان تي اف اس هتلاقي الفايل سيستم اللي اسمه ان تي اف اس ده له اي دي مختلف، لو عندك بارتيشن وهتشغله ال في ام هتلاقي له اي دي تالت مختلف، لو عندك بارتيشن وهتشغله ريد هتلاقي له اي دي مختلف، لو عندك بارتيشن يا سيدي وهتشغله زد اف اس هتلاقي له اي دي مختلف، ماشي كده. لو عندك بارتيشن وهتشغله حاجه اسمها يو اف اس للناس اللي بيستخدموا ماك او ابل ها هتلاقي برضه له اي دي مختلف. معنى كده ان السيستم عشان يريح دماغه السيستم بيدي لكل فايل سيستم مختلف سيستم اي دي مختلف عن اللي قبله، او سيستم مختلف او سيستم اي دي مختلف عن الباقيين. ده ليه؟ عشان يفرق ده نوعه ايه بالظبط،
ده ان تي اف اس ولا فات ولا ده ايه بالظبط؟ ماشي كده؟ واضحة؟ انا اللي اخترت كده والله، وانا بانستول لو انت فاكر، وانا بانستول عملت كل حاجه على ال في ام، وانا بانستول انا اللي عملت كل حاجه على ال في ام لو انت فاكر. لا لسه هجي لك، ليه البوت ما ينفعش على ال في ام؟ لا لسه بقى ما يعني ايه، ما تدخلش نفسك في حوارات احنا لسه ما دخلناش فيها. لسه لما اجي لدرس ال في ام هشرح لك ال في ام بالتفصيل الممل، واقول لك ايه الليميتيشنز بتاعته وامتى تستخدمه كل الكلام دول. فايه ما تستعجلش على رزقك. ماشي طيب، كلام جميل. جزء ال في ام اللي معمول ده، شايف الجزء ده كده خاص بال في ام اللي ظهر عندي ده، ما تشغلش بالك بيه دلوقتي لان كلها كام يوم كده وناخد ال في ام بالتفصيل الممل. ماشي، اللي يهمني دلوقتي ان انت شايف قدامك ديسك، الديسك ده متقسم لبارتيشنز، والحمد لله ان فيه كمان ها سيستم اي دي مختلف، او انا عندي اتنين بارتيشنز كل واحد ليهم سيستم اي دي مختلف. كويس جدا. طيب انا عندي كمان ديسك تاني اسمه ايه؟ ها ديف اس دي بي، مساحته كام جيجا؟ حوالي 20 جيجا تقريبا. هل في اي بارتيشنز هنا في الديسك ده؟ ها هل في اي بارتيشنز في الديسك ده؟ مفيش اي حاجه خالص، فاضي، صحراء، ملط. ماشي كده. طيب تعال نستخدم الديسك ده عشان ايه؟ نكريت فايل سيستم. طيب شيء ممتاز جدا، تعالى كده الاول خليك فاكر ال اس بلوك. انا فعلا حتى هو من غير ما احتاج اعمل اف ديسك ومن غير اي حاجه، الديسك ده ظاهر قدامي ومفيش تحت منه اي بارتيشن، معناه ان هو لسه ايه، لسه فاضي، لسه صحراء. طيب تعالى كده الاول نستخدمه، هقول له كده اف ديسك. واف ديسك لما بتيجي تستخدمه لازم تقول له انت بتتعامل مع انهي ديسك. خلي بالك لما بتستخدم الاف ديسك انت بتتعامل مع ديسك وليس مع بارتيشن. خلاص، هو انت لما بتيجي تكريت لما تيجي تكريت بارتيشن، بتكريت بارتيشن جوه ديسك ولا بارتيشن جوه بارتيشن؟ لا بتكريت بارتيشن جوه ديسك. يبقى لما تتعامل ما لاقيش واحد بقى يتهبل في دماغه ويعمل لي كده. لو بتعامل مثلا مع اس دي اي يروح قايل لي اس دي اي واحد، ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ انت كده بتعك، انت كده بتعك. انت لما بتيجي تشتغل بالاف ديسك بتتعامل مع الديسك نفسه وليس مع بارتيشن في الديسك. خلاص خليك فاكر الحكايه دي، خليك فاكر عشان تلات ارباع الناس في الاول بيقعوا فيها اهو. يبقى انا عندي هقول له اف ديسك ديف اس دي بي، الديسك نفسه اهو، شايف كده؟ قلت له اف ديسك سلاش ديف اس دي بي، هيفتح لك ايه؟ الاف ديسك بيقول لك ان كل اللي انت بتعمله ده هيفضل ايه؟ موجود في الميموري فقط لحد ما انت تعمل ايه؟ لحد ما تعمل رايت للكلام ده. وبقول لك خلي بالك رايت كوماند ده كوماند خطير جدا. ليه؟ لانه هيسيف اللي انت عملته، فلو انت كنت غلطت ومسحت بارتيشن بالغلط وجيت عملت رايت، مع السلامه يا معلم، انت كده لبست نفسك في الحيط. ماشي، فقبل ما تعمل رايت دايما دايما انا بنصحك اعمل فيريفاي قبل ما تعمل رايت، خصوصا لو كنت بتمسح بارتيشنز كانت موجوده قبل كده وبعد كده بتكريت بارتيشنز جديده. ماشي كده. طيب كلام جميل. الحاجه الثانيه اللي بيقول لك عليها، بيقول لك بقى ايه؟ ان البارتيشن ده مفيش فيه اي بارتيشن تيبل قدر يقرا منه. خلاص، وشايف باي ديفولت، ايوه يعني لسه رو، ده لسه رو. رو معناه بالمناسبه رو بتتكتب ار اي دبليو وليس ار او دبليو. ار او دبليو دي اللي هي صف، انما الرو الثانيه اللي هي ايه، لسه خام، لسه كده صحرا زي ما بقول لك ايه. طيب كلام جميل. بيقول لك كمان ايه، ان انا ما لقيتش اي بارتيشن تيبل، فباي ديفولت هيروح لمين يا عم؟ هيكتب نيو دوس ديسك ليبل، معناها ان هو هيديفولت واوتوماتيك لوحده هيكريت لك بارتيشن تيبل، والبارتيشننج سكيما اللي هيستخدمها بتاعت مين؟ بتاعت الام بي ار. ما انا قلت لك الدوس هنا مرادف لمين؟ للام بي ار.
وليه ليه الدوس كده مرادف للام بي ار؟ هقول لك ليه. لان المطورين اللي طوروا الام بي ار ايام زمان كانوا من مايكروسوفت. يعني الام بي ار لما اتطور من زمان قوي من الثمانينات، ها، كان مهندسين من مايكروسوفت. خلاص، فسمى البارتيشننج سكيما بتاعت الام بي ار هنا سماها الدوس. خلاص، طيب كلام جميل. طب انا عايز اعرف، انا عايز اعمل ازاي، ادنيو بارتيشن ولا امسح بارتيشن ولا اتعامل ازاي، انا مش عارف ايه الكوماند. فبص كده هنا بيقول لك ايه، كوماند ام فور هيلب. يعني لو ضغطت له ام هيعرض لك الهيلب. تعال كده اضغط له ام، ها ام كده فور هيلب. بص قال لك ايه، بص يا سيدي، انا عايز اد نيو بارتيشن. ها، ايه اللي بيخليني اد نيو بارتيشن عندي؟ ايه اللي بيخليني اد نيو بارتيشن؟ اهو ان، هضغط له ان. بيقول لي انت عايزه برايمري ولا اكستندد؟ وبص كده قال لك ايه، قال لك لو عايزه برايمري اضغط بي. وبالمناسبه عرض لك كده، قال لك هنت كده على جنب، وقال لك ايه، انا عندي كام واحد برايمري مستخدم دلوقتي؟ زيرو. طب عندي كام واحد اكستندد مستخدم دلوقتي؟ برضو زيرو. طب معنى كده عندي كام واحد فري؟ لسه من حقي استخدم 4 برايمري بارتيشنز. ماشي، مش لازم الاول تعمل بارتيشن تيبل، اطلع فوق كده ثانيه واحده. بص كده قال لك ايه، هنا اول لما لقى، اول لما جه يفتح الديسك ما لقاش فيه اي بارتيشن تيبل، قال لك انا اوتوماتيك هعمل لك بيلد لديسك ليبل كده من عندي، واختار اوتوماتيك لوحده الدوس اهو. ما خدتش بالك انت من الحكايه دي؟ يبقى شوف، لما لقى ان الديسك ده لسه فاضي، قال لك بص انا هجملك من عندي كده، وهعمل لك ايه، هعمل لك ام بي ار من عندي، بارتيشن تيبل من عندي، وانا هظبط لك الدنيا. شفت يا عم؟ ماشي، طيب حلو قوي. طيب هنعمله برايمري ولا اكستندد؟ بالمناسبه هو ليه ما عرضليش ان انا اعمله لوجيكال دلوقتي؟ ليه ما عرضليش ان انا اعمله لوجيكال؟ ها، الموضوع بسيط، لان انت بتعمل لوجيكال جوه اكستندد، صح؟ هل انا في عندي اكستندد؟ لسه ما عملتش اي اكستندد، فاللوجيكال مش هيظهر لي لحد ما ايه، ها، لحد ما اعمل لوجيكال الاول. خليك فاكر الحكايه دي. يبقى عمره ما هيقول لك تعمل لوجيكال الا لو عندك اصلا اكستندد. طالما انا ما عنديش اكستندد مش هيعبرك اساسا، ولا يجيب لك سيره اللوجيكال ده. تمام، وهوريك دلوقتي لما كانت اكستندد هتلاقي بدا يظهر لك لو انت عايز تعمل لوجيكال كمان. بس طالما ما فيش اكستندد مش هيظهر لك ايه، مش هيظهر لك ان انت ممكن تعمل بارتيشن لوجيكال. طيب هقول له اعمله برايمري، هجرب الاول. ها، عايز البارتيشن ده ياخد من رقم كام؟ من 1 لـ 4. عايز ياخد رقم كام؟ مش ده اللي قلت لك عليه امبارح، ان دايما البرايمري بياخده من 1 لـ 4؟ تمام، فانا اقول له هدي له رقم 1 يا عم، ده اول بارتيشن عندي اهو. طيب بيقول لي انت عايز تبدا من السيكتور رقم كام؟ بص انا عندي كام سيكتور اصلا في الديسك ده، تعال لي هنا كده، اطلع فوق 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 هنا. بص انا عندي كام سيكتور، حوالي 40,000 سيكتور، يعني ال 20 جيجا دول، هو مش 40,000، هو بتاع 4 مليون مش عارف، 41 مليون مش عارف كام. خلاص، 41 مليون 943,000. طيب بص لي هنا كده، بيقول لي الفيرست سيكتور من اول 2048، اول 2048 سيكتور كده بيحجزهم على جنب في الاول، اول 2048 سيكتور بحجزهم على جنب في الاول. خلاص، طيب ثانيه واحده كده، تعال افتح لي كده الكالكوليتر، وهقول له يا سيدي اول 2048 دول السيكتور سايز 512، دول بالبايت صح، اقسمهم كده بالكيلو على 8، ده بالكيلو صح، يعني اول 131,000 كيلو. طيب بالميجا على 1024 تقريبا، اول 128 ميجا كده ايه، حجزهم على جنب. خليك فاكر، هقول لك على الحكايه دي بعدين، هقول لك ليه حجز ال 128 ميجا دول كمان شويه. خلاص، طيب كلام جميل.
يبقى هو عمل ايه؟ راح حاجز كده في الاول مساحة كده صغيرة وخلاها على جنب، ماشي، اللي في اول الديسك، حجز في اول الديسك كده مساحة صغيرة وخلاها على جنب، وقال لك انت من بعد المساحة دي لحد الاخر كلها معاك. ها، عايز تبدأ من اول سيكتور فاضي؟ بص، هو بيديك ديفولت من اول سيكتور فاضي بعد المساحة دي، اهو من اول 2048، من اول السيكتور رقم كام؟ 2048، تمام كده؟ طيب كلام جميل. طيب هبدأ من اول سيكتور فاضي. بالمناسبة الحكاية دي عشان ايه اوضحها لك اكتر، تعالى لي هنا كده افتح لك الوورد واوريها لك بعينك. بص كده يا سيدي، انا عندي الديسك اهو، اللي هو عمله راح حاجز حتة في الاول، ما تشغلش بالك بيها كده، دي غير، بالمناسبة الحتة دي غير الايه، غير الام بي ار، يعني الام بي ار هو كمان لسه هيتكتب هنا في الاول، لسه الام بي ار هيتكتب. المهم ان هو قال لك من اول الحته دي كده فاضي عندك، ممكن تستخدم من اول هنا لحد اخر الديسك. ها، فعايز تبدا منين؟ انا قلت له ابدا من اول هنا، من اول حته فاضيه. هو انا ممكن اسيب جزء هنا فاضي كده واقول له خلي دي، سيب ده فري، سيب ده فري اهون، وابدا اعمل البارتيشن من هنا كده. اه ممكن. ازاي؟ وانت بتيجي هنا كده تحدد له، قول له يا عم ابدا لي من السيكتور رقم 500,000، ولا ابدا لي من السيكتور رقم 10 مليون. خلاص كده هيسيب الحته دي كلها فاضيه من اول السيكتور ده، اللي هو من اول السيكتور 2048، لما الحد هنا كده فاضي ويبدا يالوكيت من اول هنا. خلاص، ممكن تالوكيت الديسك، بقيه الديسك كله، ممكن تالوكيت مساحه بس محدده. تعال دلوقتي احنا الوكيت مساحه محدده، تعال كده. ها، بيقول لي كده انت عايز تالوكيت لحد الاخر، شايف؟ هو قال لك هنا انا فاضي عندي من فين لفين؟ من هنا من 2048 لحد 41 مليون. انا قلت له ابدا من اول 2048، يعني من اول سيكتور فاضي من بعد المساحه اللي انت حجزتها في الاول دي. طيب عايز تنتهي فين؟ باي ديفولت بيحاول ينتهي عند نهايه الديسك. شفت كده؟ طيب عايز تنتهي عند النهايه خالص في الاخر، يعني عايز تاخد الديسك كله بكل بساطه. ها، ده اللي هو بيقول عليه، هو اللي بيسالك عليه. او ممكن تحدد له بالسيكتور، يعني تقول له كده انا عايز اروح للسيكتور رقم ده 41 مليون، لا هقوله من اول السيكتور يا سيدي رقم 20 مليون بالمنظر ده، يعني تقريبا هاخد نص الديسك للبارتيشن ده. طبعا العمليه دي مؤلمه جدا. ليه؟ لان هتقعد تحسب السيكتورز، ويا عالم وانت بتقول له بالسيكتور هتنسى صفر كده ولا لا. بص كده، تخيل لو نسيت صفر ايه اللي هيحصل؟ ويا سلام لو الديسك بتاعك بقى بيكلمك بالتيرا ونسيت صفرين، بدل ما كنت هتعمل ديسك 100 جيجا مثلا، ولا هتعمل ديسك 1 تيرا، هتروح عامله انت كام؟ ها؟ 10 جيجا. هيبقى شكلك وحش قوي بصراحه قدام زمايلك، هيبقى شكلك عر قوي. خلاص؟ طيب دي طريقه، الطريقه الاولانيه اللي هي الصعبه، تقعد تحسب بقى بالسيكتور وتقول له انا عندي كام سيكتور، فانا هحجز نص الديسك، يبقى نص الديسك كام سيكتور، حاجه عذاب قوي. او الطريقه الثانيه الاسهل من الكلام ده كله، ها، تدي له المساحه اللي انت عايزها بالكيلو او بالميجا او بالجيجا، بس بيكون قبلها ها بلس، بس لازم تحدد له بعدها اليونت اللي هتستخدمها. يعني ممكن اقول له كده، انا قلت له هنا ابدا من اول سيكتور فري، وهقول له اعمل لي بارتيشن مساحته 5 جيجا بلس 5 جي، معناها ها بقول له من اول حته فاضيه عندك استخدم لي من بعدها 5 جيجا للبارتيشن اللي انا هكريته ده. شفت كده؟ بص ايه اللي حصل؟ قال لك انا هعمل بارتيشن رقم واحد ونوعه لينكس، وهيكون السايز بتاعه كام؟ 5 جيجا. ها، ايه رايك؟ يبقى ايه الاسهل، تستخدم بالسيكتور ولا تستخدم بالايه؟ بالهيومن ريدابل يونت؟ اعتقد ان هي بالطريقه دي اسهل، يعني اعتقد ان هي بالطريقه دي اسهل. ماشي. طيب اللي بعده يا سيدي، اللي بعده ام تاني كده للهلب. بالمناسبه بص كده، من غير ما انت تختار
هو اختار الفايل سيستم، طيب هيبقى نوعه ايه؟ ها هيبقى نوعه لينكس، ما اختارش ال في ام ولا اختار ريد ولا ان تي اف اس ولا اختار ريد ولا اي حاجه خالص، ولا ال ولا الهوا ولا اختار اي حاجه، هو اوتوماتيك راح ديفولت كده، هو فهم ان انت لينكس، انت شغال لينكس، فانت عايز لينكس فايل سيستم، يعني من الاخر عايز اي اكس تي 3 او اي اكس تي 4 او اكس اف اس. انا لسه ما عملتش فورمات، الفايل سيستم اي دي ملوش علاقه لسه بالفورمات، خلاص كده. زي حته الارض اللي عندك، انت حته الارض بتزرعها الاول ولا بتخطط لها الاول او بتخططها الاول؟ لو شفت قد اي حد من الفلاحين بيجيب كده جرار يخططها قبل حتى ما يبدر فيها اي زرع. الزراعه نفسها هي الفورمات، الزراعه هي الفورمات، انما التخطيط دون اللي هو الفايل سيستم اي دي، تمام؟ فانا لازم اقول له الفايل سيستم اي دي بتاعك هيبقى ايه عشان لما اجي فورمات افورمات بفايل سيستم مظبوط، تمام كده. طيب بص لي هنا كده، ام فور هيلب، ايه اللي ممكن اعمله تاني؟ بص، دايما 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 قبل ما تعمل وقبل ما تابلاي اي حاجه، وانا بقول لك اهو خدها مني نصيحه، سواء في برودكشن انفايرمنت سواء في تيستنج انفايرمنت، اتاكد من اللي انت عملته مظبوط ولا لا قبل ما تابلاي. تاني تاني، ازاي اتاكد من غير ما ابلاي؟ قبل ما تابلاي اي حاجه، قبل ما تابلاي اي حاجه اتاكد ان هي مظبوطه الاول. طيب اتاكد ازاي برضو؟ يعني بص عندك كده، في عندك امر هنا اسمه بي، بي بيعمل برنت للبارتيشن تيبل. طيب هعمل كده بي، بص كده، قال لي ده هيبقى شكل الديسك بتاعك بعد ما تعمل رايت للكلام اللي انت عدلته ده، ده هيبقى شكل الديسك بتاعك. ها ايه رأيك؟ اول حاجة قال لك الديسك ليبل بتاعك هيبقى ايه؟ دوس او ام بي ار. الديسك ليبل بتاعك هيبقى ام بي ار او دوس، خلاص. الحاجة التانية هيبقى عندك بارتيشن اسمه ها اس دي بي واحد، اس دي بي واحد، تمام كده. طيب ونوعه هيكون ايه؟ ها نوعه هيكون ايه؟ هيكون لينكس. ها لحد دلوقتي في مشكلة؟ هو ده اللي انت عايزه؟ لو ده اللي انت عايزه ممكن تبدأ تسيف. بالمناسبة خليك فاكر، لو انت طلعت هنا كده اول ما استخدمت الاف ديسك قال لك كل حاجة انت بتعملها هتفضل في الميموري، كل حاجة انت بتعملها تفضل في الميموري. عارف ده معناه ايه؟ ان لو انت جيت كده في اي لحظة مش عاجبك الكلام ده وعملت كنترول سي، مع السلامة يا ريس، انت كده وي كأنك ما عملتش اي حاجة خالص على الديسك ده. لو جيت تقول له كده ال اس بلوك تاني، هل في اي بارتيشنز كريتد عندي؟ ولا الهوا، ولا كأنك لمسته اساسا، خلاص. يبقى خليك فاكر الاف ديسك اي حاجة بتعدلها فيه بتفضل في الميموري لحد ما تعمل لها رايت او تعمل لها سيف بمعنى ادق، ماشي. طب تعال نستخدم الاف ديسك تاني بقى، ون ايه المره دي هنابلاي اللي احنا عايزينه اهو، نفس اللي عملناه المره اللي فاتت. بيقول لك كل حاجه هتفضل في الميموري، وبيقول لك انه ما لقاش اي بارتيشن تيبل، فعمل ايه؟ هيبيلد لوحده اوتوماتيك دوس ديسك ليبل، او هيبيلد ديسك ليبل من النوع ام بي ار، خلاص. ام فور هيلب، انا عايز اد نيو بارتيشن ان، عشان اد نيو بارتيشن هختاره برايمري وهديله رقم واحد، هقول له من اول فيرست فري سيكتور لحد، انا عايز يا عم 5 جيجا. ام فور هيلب تاني انا عايز اتاكد منه، فانا هعمل برنت كده لمين؟ ها للبارتيشن تيبل. طب انا عايز اسيف الكلام ده، ازاي اعمل سيف؟ ايه اللي بيخليني اعمل سيف او اعمل رايت للتيبل؟ ايه اللي بيخليني اعمل رايت للتيبل؟ دبليو، اهو شايف دبليو، تمام جدا، حلو. لو جيت اقول له كده ال اس بلوك،
ايه اللي حصل المرة دي؟ شايف ايه اللي حصل؟ ها، في بارتيشن جديد اسمه SDB1، خلاص، والسايز بتاعه 5 جيجا. هو اصلا بيقول لك التايب بتاعه ايه؟ شايف التايب بتاعه بارتيشن اساسا، يعني هو الراجل اصلا يعني مدلعك اهو، تمام كده؟ ها، فاتكريت عندك اهو. طيب حاجة كمان يا سيدي اللي هي ايه؟ لا لسه هكلمك على الميجر والمينور كمان 3 4 ايام مع الريد والال في ام، او ممكن بعد الريد والال في ام. طيب ايه تاني؟ الحاجة اللي بعدها بقى، كمان الحاجة اللي بعدها، لو جيت تقول له كده اف ديسك ماينس ال من غير اي حاجة، هيعرض لك كل الديسكس اللي عندك بكل البارتيشنز اللي فيها. عملية مزعجة جدا، عارف ليه؟ لان لو عندك سيرفر، في الطبيعي لو حد فيكم اشتغل على سيرفرات اتش بي ولا ديل، بتلاقي اقل سيرفر في الحالة الطبيعية فيه عليه على الاقل، على الاقل 6 ديسكس. انا عندي سيرفرات عليها 24 ديسك وسيرفرات عليها 12 ديسك. فتخيل لو عندك 12 ديسك، هيبقى الاوتبوت بتاعك كام صفحة بقى؟ تقعد تلف كده في، تطلع 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 لحد ما تجيب الديسك اللي انت عايزه، بتبقى حاجة عذاب يعني. فانا اقول لك عشان تريح نفسك، لو عايز تعرض ديسك محدد، حدد له الديسك اللي انت عايزه بدل ما يقعد يعرض لك كل الديسكات اللي موجودة عندك. فلو انت عندك 10 ديسكات، 12 ديسك، 24 ديسك، ما تقعدش بقى تلف ورا الديسكات دي كلها. ماشي، تمام كده. طيب كلام جميل اهو، انا الديسك بتاعي. طيب في حاجه كمان لازم اقول لك عليها هنا، في حاجه كمان لازم اقول لك عليها اللي هي ايه؟ بص يا سيدي، انا عندي الديسك اللي كان موجود ده من شويه، بما ان لسه بكريته في الاول، فمش هيعمل معايا اي مشكله. واصلا ايه المشكله اساسا؟ المشكله بسيطه جدا. انا عندك ديسك اهو موجود، الديسك ده فيه بارتيشن وليكن كان اسمه SDB1، ده كان موجود، ده كان اكزيستنج، خلاص، سيناريو غير اللي احنا شغالين فيه. رحت انت، رحت جاي ضفت له الديسك الجديد ده، ده لسه جديد اهو، وسميته SDB2، ماشي كده؟ طيب السؤال بقى، بما ان الديسك ده كان عليه بارتيشن، معنى كده ان هو كان عليه ايه؟ كان عليه ام بي ار موجود قبل كده، صح؟ او كان عليه بارتيشن تيبل موجود قبل كده، بمعنى ادق مفيش اي مشكله. طب المشكله في ايه بقى؟ المشكله ان الكيرنل بتاعك، الكيرنل بيقرا الام بي ار ده، ها، امتى؟ اول ما تعمل بوت للمكنه، او اول لما تاتاتش الديسك بتاعك ده، اول ما توصله في المكنه، او اول ما تبدا المكنه. لو الديسك بتاعك هوت سوابابل، هوت سوابابل يعني ايه؟ يعني ممكن تشيله وتركبه والمكنه شغاله، تمام كده؟ او لما تبوت المكنه اصلا في الاول. فالكيرنل بيروح يقرا الام بي ار في حاله من اتنين، ها، لو انت ركبت الديسك والمكنه شغاله، لو الديسك بتاعك بيسبورت كده اصلا، او والمكنه بتبدا اصلا. طيب دلوقتي ايه اللي حصل؟ انا ضفت ديسك، انا ضفت بارتيشن على الديسك ده، صح؟ هل الكيرنل راح عمل ريريد للبارتيشن تيبل؟ الكيرنل اول ما بدا، او اول ما انت عملت اتاتش للديسك، ارى النسخه القديمه من البارتيشن تيبل. انت ضفت بارتيشن جديد، صح؟ معنى كده ان انت عملت نيو بارتيشن تيبل، او ان انت عدلت في البارتيشن تيبل اللي كان موجود قبل كده. طيب هل الكيرنل راح ارى البارتيشن تيبل الجديد ده؟ ها، لسه ما راحش اراه. فالمفروض بعد ما تابلاي اي حاجه بالاف ديسك، لازم تقول للكيرنل روح اعمل ري ريد للبارتيشن تيبل يا معلم بتاع مين؟ بتاع الديسك ده، خلاص كده؟ تاني؟
تاني ولا كده مفهومة؟ ها تمام، حلو حلو قوي، كلام جميل. تاني تاني، الكيرنل بتاعك بيقرا البارتيشن تيبل في حالة واحدة، في حالتين، او بص بكل بساطة بيقرا البارتيشن تيبل اول ما بيشوف الديسك. الكيرنل بتاعك اول ما بيشوف الديسك بيقرا البارتيشن تيبل، سواء وانت بتعمل ريبوت للمكنة او لو انت عملت اتاتش للديسك والمكنة شغالة كده، قرا البارتيشن تيبل وخلاص زي الفل. بتلاقي الكيرنل قاعد يشرب شيشة وساب البارتيشن تيبل، خلاص هو قرا الموضوع انتهى على كده. طب انت جيت عدلت في البارتيشن تيبل ده عن طريق انك ضفت ها بارتيشن جديد. طب هل الكيرنل قرا البارتيشن الجديد دون او شاف البارتيشن الجديد؟ هل الكيرنل قرا البارتيشن تيبل الجديد نفسه بقى؟ ها لحد دلوقتي لسه ما قراش البارتيشن تيبل الجديد. فانت لازم تقول للكيرنل اصحى يا عم انت فوق، افهم ان في حاجه جديده اتضافت عندك، افهم ان في حاجه جديده اتضافت عندك، خلاص. طيب تعمل الكلام ده ازاي؟ عندك امر كده اسمه بارت بروب. عارف بروب اصلا؟ كلمه بروب دي لوحدها، بروب دي لوحدها يعني ايه؟ لما يقول لك بروب ديفايس معناها ايه؟ ها بيسكان الديفايس. طب بارت بروب يعني ايه؟ يعني بقول له كده روح اسكان كده شوف يا عم في بارتيشنز جديده اتضافت ولا لا. ده معنى بارت بروب اهو، بارت بروب. وبارت بروب لو ما حددتلوش اي ديسك اوتوماتيك بيسكان كل الديسكس اللي موجوده لو في اي تغيير حصل في البارتيشن تيبلز بتاعتها. يعني لو عندك 12 ديسك هيسكان ال 12 ديسك على اي تغيير في ال 12. لو عندك 24 ديسك على المكنه دي هيسكان ال 24 ديسك اللي موجودين على المكنه دي، ماشي كده؟ طبعا دي حاجه عذاب، ماشي، بالذات لو عندك ديسكس كتيره قوي. طيب لو عايز تحدد له ديفايس معينه هقول له اهو بارت بروب لديف اس دي بي، روح اقرا لي كده اس دي بي شوف في تغيير في البارتيشن تيبل بتاعها ولا لا. بص كده هتقول لي ايه ده يا عم، ده ما طلعليش اي حاجه. هقول لك ايوه، طالما ما طلعش ايرور معناها ان هو عمل ري ريد لمين؟ ها للبارتيشن تيبل الجديد بتاعها. وضحت؟ وضحت؟ ها حد عنده اي مشكله؟ ممتاز جدا. يبقى انا كده عملت بارتيشن جديد، اللي بعده قلت للكيرنل خلي بالك يا حاج في بارتيشن جديد اتضاف عندك، فروح اقرا البارتيشن تيبل بتاع الديسك ده من اول وجديد. طيب الخطوه اللي بعدها ان انت تكريت فايل سيستم بقى ام كي اف اس، وام كي اف اس ده امر بسيط جدا. هتقول له انت عايز تعمل فايل سيستم، خلاص. وممكن تقول له كده الفايل سيستم هيكون نوعه ايه كمان. مش ممكن، في الطبيعي لو انت ما قلتلوش اي حاجه كده هيفترض ان انت عايز تعمل اي اكس تي 2 اكستندد 2، والاكستندد 2 ده اقدم نسخه او ممكن تقول واحد من اقدم الفايل سيستمز اللينكس اللي اللينكس استخدمها. اي اكس تي 2 ده اتطور لاي اكس تي 3 وبعد كده اتطور لاي اكس تي 4. احنا حاليا شغالين على نسختين، او معظم الناس شغاله على حاجتين، يا اما اي اكس تي 4 يا اما ها اكس اف اس. هقعد لك كده 10 دقايق احاول النهارده ان شاء الله، يا النهارده يا بكره، اشرح لك ايه الفرق بين الاي اكس تي 2 والاي اكس تي 3 والاي اكس تي 4 والاكس اف اس، ماشي كده؟ طيب كلام جميل. بس لحد دلوقتي هنعمل فايل سيستم لحد ما نيجي للجزئيه بتاعتها الفايل سيستم تايب. طيب هقول له كده مثلا اعمل لي اي اكس تي 4 فايل سيستم ام كي اف اس دوت اي اكس تي 4 ها للبارتيشن اللي اسمه ديف اس دي بي 1. خلي بالك برضو الغلطه اللي كل الطلبه بيقعوا فيها في الاول، بيجي يعمل فايل سيستم يروح عمل الفايل سيستم للديسك. بالله عليك ده ينفع؟ انت لما بتيجي تعمل فورمات بتعمل فورمات للديسك نفسه ولا للبارتيشن اللي جوه الديسك؟ بتعمل البارتيشن حاجه ما فيش فيها اي نقاش، مفيش فيها اي نقاش، خلاص.
فانت المفروض تقول له كده ديف اس دي بي واحد، تمام؟ يبقى الغلطه الغلطتين اللي ثلاث ارباع الطلبه بيقعوا فيها في الاول حاجه من اتنين، يا اما يستخدم الاف ديسك مع بارتيشن، رغم انك لما تستخدم الاف ديسك لازم تستخدم الاف ديسك مع ها مع الديسك كله على بعضه كده، تمام؟ او لما تيجي تعمل فايل سيستم تعمله على ديسك، رغم ان لما تعمل فايل سيستم بتعمل الفايل سيستم لبارتيشن وليس للديسك على بعضه، ماشي كده؟ ماشي؟ طيب كلام جميل اهو، mkfs.ext4 لديف اس دي بي واحد، اضغط انتر اهون، بدا يقول لك انا عملت ايه يا عم. انا هعمل فايل سيستم ليبل الاوس تايب بتاع كلينكس، البلوك سايز بص لي كده البلوك سايز قد ايه، 4096. استنى بقى ثانيه واحده، انا قلت لك قبل كده، انا قلت لك قبل كده البلوك سايز بتاعك حاجة تيونابل بالنسبة لك، خلاص؟ تاني خليك فاكر الحكاية دي، قلت لك وانت بتفورمات بس، فاكر لما اديتك مثال ان عندك اوراكل داتابيز فانت مش محتاج لها فايلز كتيرة، فانت ممكن وانت بتعمل الفايل سيستم تخلي البلوك سايز كبيرة قوي عشان عدد الاينودز يقل، عشان لما ايه لما يقعد يدور على ملفات ما ياخدش وقت كتير. لما اديتك مثال الاندكس، ايه احسن له يدور في اندكس صغير ولا اندكس كبير زي الكتاب بالظبط؟ ايه احسن لك تدور في كتاب 1000 صفحه ولا كتاب 200 صفحه؟ فاكر المثال ده؟ طيب الاي اكس تي 4 باي ديفولت بيروح للديفولت بلوك سايز ها 4096، ماشي؟ انت ممكن تغير الكلام ده، ايوه ممكن تغير الكلام ده، وانت بتانستول كده، وانت بتانستول هتقول له ايه البلوك سايز بتاعك، انا عايزه يا عم 1 كيلو، انا عايزه 1 ميجا، ماشي؟ طيب حاجه كمان عندك، فين 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 اهو السوبر بلوكس دي، ودي الحاجه اللي انا عايز اقول لك عليها. ايه موضوع السوبر بلوكس دي؟ بص كده يا سيدي، بص ده الديسك بتاعك، عملت بارتيشن هنا كده واسمه اس دي بي واحد. انا قلت لك كل بارتيشن بيكون له ايه في الاول على مستوى البارتيشن نفسه، كل بارتيشن بيكون له ايه؟ اينود تيبل، صح؟ ماشي كده، الاينود تيبل ده هيبقى اسمه السوبر بلوك. طيب انا قلت لك الانوت تيبل ده مهم جدا، لان اي فايل موجود عندك ها اي فايل موجود عندك مش هتعرف تاكسسه الا لو ها الا لو ايه الا لو عارف هو بيشاور على بلوك رقم كام، صح؟ تمام. طيب عشان كده السوبر بلوك بتاعك ده مهم جدا، او الانوت تيبل بتاعك ده مهم جدا. لو الانوت تيبل ده لو الاينود تيبل بتاعك ده اتمسح، هل هتعرف تاكسس اي فايل موجود؟ لو الاينود تيبل اتمسح هل هتقدر تاكسس اي فايل؟ طب انت هتعرف اصلا الفايل ده موجود في انهي بلوك ازاي؟ مش هتعرف، صح؟ طيب عشان كده بما ان السوبر بلوك ده مهم جدا، عمل ايه السيستم بتاعك او هما بيصمموا الفايل سيستم ده، قال لك بس بما ان ده مهم قوي كده عندي، ده انا مش هكتبه مرة واحدة، ده انا هعمل السوبر بلوك كده وهاخد منه كده كام نسخة كده احطهم في الخباسة في اجزاء متفرقة من الديسك اهو. يبقى السيستم بتاعك وهو شغال اوتوماتيك وانت بتعمل فورمات بيروح عامل السوبر بلوك وعامل منه اكتر من نسخة موجودة في اماكن مختلفة على البارتيشن ده، تمام؟ طب ده فايدته في ايه؟ بص لي كده، فرضا انت كنت بتكتب داتا على البارتيشن ده وهو بيكتب في الاينود تيبل ده، هوب الكهرباء راحت فاصله. عارف ده معناه ايه؟ ان النسخه دي من السوبر بلوك
بقت ايه؟ مع السلامة يا معلم. عارف ده معناه ايه؟ لو هي نسخة واحدة والنسخة دي باظت ايه اللي حصل لك؟ حرفيا هو كده طير رقبتك، ضيعك يا معلم، شردك. عشان كده هو بيكتب، راح كاتب ايه؟ كاتب اكتر من نسخة، بحيث ان في اي لحظة لو اي نسخة من دول باظت برضو تقدر تعمل ايه؟ ها، تقدر تأكسس الداتا عن طريق النسخة دي او عن طريق نسخة تانية من اللي موجودين. وصلت؟ فبص لي هنا كده وانت بتعمل فورمات، قال لك ايه؟ قال لك بص يا عم، انا هكتب السوبر بلوكس دول كم مرة؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة زائد الاصلية، ها، اللي هي بتبقى في الاول، يبقى كده عمل 8 نسخ من السوبر بلوك. ها، وضحت الفكرة دي؟ طيب هو بيعمل 8 نسخ دايما؟ لا، ده بيعمل عدد النسخ بشكل اوتوماتيك بناء على مساحة البارتيشن بتاعتك. يعني ايه؟ يعني انت عامل لي بارتيشن كله على بعضه هنا كده، البارتيشن ده كله 2 جيجا، او البارتيشن ده كله 500 ميجا، البارتيشن كله 500 ميجا، تفتكر لو هو 500 ميجا هيقعد يكتب 8 نسخ ليه؟ هتلاقي عمل لك نسختين ثلاثة كده وخلاص، شكرا. دي النسخة الأصلية أو النسخة الرئيسية، هياخد منها نسختين ثلاثة وخلاص، الموضوع انتهى على كده. طب لو أنت عامل لي بارتيشن بقى كبير قوي بقى، أنت عامل لي بارتيشن يا عم وليكن مساحته 6 تيرا، ها، هيعمل كام نسخة دلوقتي؟ أدي النسخة الأصلية هي، وهوب هتلاقي عمل لك كده، ده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، ممكن يوصل معاك لحد 10 نسخ، 12 نسخة، 16 نسخة. فهو اوتوماتيك بيشوف السايز بتاع البارتيشن كبير قد ايه، وبيحاول يعمل نسخ، ها، متكافئة مع الحجم ده. تمام كده؟ تمام؟ طب ليه بيعمل كده؟ الموضوع بسيط جدا، ما هو الاينود تيبل ده بيحجز سبيس، مش الاينود تيبل ده بيخزن الميتا داتا، صح؟ فلو البارتيشن كله اصلا 500 ميجا، هتحجز ايه ولا ايه يا عم؟ انت كده هتضيع كل المساحه على الميتا داتا اصلا بالمنظر ده. يعني لو كتبت لي 10 نسخ، انت كده بتهرج بقى، ماشي؟ يبقى لو 500 ميجا هو عايز يديك سبيس باكبر قدر ممكن، فبيعمل لك نسختين ثلاثه عشان ما يضيعلكش المساحه. انما لو عامل لي بارتيشن 6 تيرا، جيت انت رحت مستخدم وليكن 3 جيجا بس منهم، ها، للاينودز او للاينود تيبل بالكابس بتاعته كامله، هل هيفرق معاك في حاجه؟ ها، وضحت؟ فهمت الفكره بتاعته هو شغال بيعمل ايه؟ بالظبط نفس المثال بتاع هاني رمزي. شفت لما كان بقول لك معانا طبق كشري خدنا منه معلقه؟ نفس الفكره بالظبط. عندك ديسك او عملت لي بارتيشن مساحته 6 تيرا، خدت منه 3 جيجا، هتحط عليهم كل الميتا داتا، وليكن هيكتب لك 15 نسخة ولا 10 نسخ، مش هتفرق معاك في حاجة. لكن لو البارتيشن كله على بعضه 500 ميجا، ها، رحت انت رحت جاي واخد لي 10 نسخ للاينود تيبل، كل نسخة وليكن 30 40 ميجا، ال 30 40 ميجا دول في 10 300 ميجا، يبقى الاصل البارتيشن 500، انت خدت 300 للميتا داتا بذمتك، ده عقل. فعشان كده عشان يوفر لك المساحه بيعمل لك نسختين ثلاثه بس، فهو اوتوماتيك بيشوف البارتيشن بتاعك مساحته قد ايه، وبيحاول يعمل نسخ من الاينود تيبل دي متكافئه مع حجم البارتيشن ده. ها، وضحت؟ وضحت الحته دي ولا ايه؟ طيب كلام جميل. يبقى انا كده عملت ايه؟ انا كده عملت ايه؟ انا كده جهزت البارتيشن بالكامل، وبقى بالنسبه لي، ها، جاهز ان انا اعمل له او اخليه اكسسبل. تمام كده؟ طيب ال اس بلوك كده، طيب كلام جميل. طيب اف ديسك داش ال ديف اس دي بي، لا المساحه ما بتكونش عشوائيه وخلاص، حجم المساحة بتكون على حجم البارتيشن بتاعك قد ايه. انا مش قلت لك كل بارتيشن له عدد محدد من الاينودز؟
وانت بتكريت البارتيشن ده بيختار البلوك سايز مساحته وليكن 1 كيلو او 128 بايت او 512 بايت. ايه اللي بناء على ايه؟ انت ليه السؤال ده؟ اهو ادي البارتيشن بتاعك، البارتيشن بتاعك ده قلت لك بيتقسم كده الحتت اهو. كل حته من دول بيمثلها اي نود، كل حته وانا بكريت البارتيشن ممكن اقول له الحته الواحده ممكن يبقى مساحتها 1 كيلو ولا 4 كيلو ولا 1 ميجا ولا ايه بالظبط، صح؟ صح ولا غلط؟ ايوه، انت ممكن تحدد او الفايل سيستم نفسه ليه ديفولت فاليو، يعني الاي اكس تي 4 بياخدها 4096 بايت يعني 4 كيلو، الاي اكس تي 4 بياخد 4 كيلو باي ديفولت، ماشي؟ يبقى كل 4 كيلو بيمثلهم اي نود واحد، كل 4 كيلو بيمثلهم اي نود واحد، تمام؟ طيب معنى كده انت عايز كم اي نود هنا؟ فرضا لو انت عندك في المساحه دي كلها وليكن 500 اي نود، هل انت محتاج مساحه الميتا داتا ل 500 اي نود قد لو قلت له انا عايز مساحه الاي نودز او عدد الاي نودز اللي عندي 1000 كيلو، اسف 1000 اي نود؟ لا، ال 1000 اي نود هيحتاجوا مساحه الميتا داتا ضعف ديا، صح؟ بالعقل. يبقى مساحه الميتا داتا بتحدد على عدد الاي نودز اللي موجوده عندك، ماشي؟ وعدد الاي نودز بيحدد على البلوك سايز قد ايه، والبلوك سايز بيحدد يا اما على الديفولت بتاع الفايل سيستم يا اما اللي انت بتحدده له بايدك لو انت قلت له غير لي البلوك سايز، ماشي كده؟ طيب كلام جميل. يبقى انا كده خلصت والحمد لله الموضوع انتهى. طيب تعال نمسح الفايل سيستم ده، تعال نمسح البارتيشن ده كله، تعال نمسحه ونرجع الديسك بتاعنا، ها رو ديسك، تعال نمسح كل اللي احنا عملناه، ها مساحه ايه اللي هتعملها قد البارتيشن؟ معلش فهمني بس، قول لي مساحه ايه اللي هتعملها قد البارتيشن؟ يا دي النيله يا ابني، انت ما بتحددش مساحه الاينود تيبل، والمصحف انت بتحدد مساحه الاينود تيبل، الاينود تيبل اصلا ما بيشيلش داتا يا سيد، الاينود تيبل قلت لك بيشيل ميتا داتا، الاينود تيبل بيشيل بس ها المعلومات عن الفايلز اللي متخزنه، ارقامها ومساحتها ومين الاونر والبرميشن، والموضوع انتهى على كده، ما بيشيلش داتا. فما تتخيلش الاينود تيبل هتكون مساحته كبيره قوي زي ما انت متخيل، يعني لو عندك 500 ميجا، لو عندك بارتيشن 500 ميجا هتلاقي كل الاينود تيبلز اللي موجوده واخده 20 30 ميجا كحد اقصى، يعني بالكتير قوي. لو عندك بارتيشن مساحته 100 جيجا هتلاقي الاينود تيبلز بكل النسخ بتاعتها دي مش واخده جيجا 2 جيجا ولا حاجه، 2 جيجا كحد اقصى مثلا. لو عندك بارتيشن 1 تيرا، ها 1 تيرا على بعضه كده، هتلاقي الاينود تيبلز بكل النسخ بتاعتها مش واخده 5 جيجا حتى على بعض ولا 3 جيجا حتى، ماشي كده؟ الاينود تيبل ما بيخزنش اي ملفات، ما بيخزنش اي داتا، الاينود تيبل بيخزن ميتا داتا فقط، ما تحاولش تخلط بين الداتا وبين الميتا داتا، الداتا اللي هي الملفات نفسها، الميتا داتا المعلومات اللي بتوصفها اللي هي ارقام البلوكس بتاعتها او ارقام الاينودز والبرميشنز بتاعتها والاونر مين والاكسس تايم ايه، كل الكلام ده بس اللي هي الداتا التوصيفيه بتاعتها لا اكتر ولا اقل. بكل بساطه بكل بساطه، عمرك اعتبر الاينود تيبل هو الاندكس بتاع الكتاب، الفهرس بتاع الكتاب، الاينود تيبل هو الفهرس بتاع الكتاب،
والداتا نفسها هي الكتاب نفسه من جوه، الشباتر بتاعت الكتاب. عمرك شفت، عمرك في حياتك شفت كتاب واحد ها الكتاب دون الفهرس بتاعه، الفهرس بتاعه قد عدد صفحات الكتاب اللي فيها الكلام بتاعه او الشباتر بتاعته بالعقل يعني؟ ايه اللي لحد دلوقتي لسه يا عم انت جاي تهرج بقى، مش عايز تزرف بقى يا عم انت، عايزين نخلص شغلنا يا عم. انا عايز امسح كل اللي انا عملته دون، انا عايز امسح كل اللي انا عملته، فاعمل ايه؟ اف ديسك كده ديف اس دي بي تاني مرة تانية. بص المرة دي لما راح دور على الديسك المرة دي، ها هل طلع لك اي رسالة قال لك ان انا هبلد دوس ديسك ليبل؟ ها قال لك انا هبلد بارتيشن تيبل من اول وجديد هنا؟ لا. عارف ليه؟ لانه اصلا لقى واحد موجود. طالما في واحد موجود هيبلد واحد تاني ليه اساسا؟ هيخليك تلوس الداتا ليه؟ يبقى في حالة واحدة بس، ان هو هيبلد ها ام بي ار ليك. لو ما لقاش اصلا اي حاجة موجودة قبل كده هيعمل لك بيلد لواحد جديد. طب لا عندك واحد موجود اصلا، خلاص هيسيبه زي ما هو ماشي كده. طيب اما كده للهلب، انا عايز اديليت البارتيشن. ازاي اعمل ديليت للبارتيشن؟ ها اهو شايف راح فين اهو دي. بص دي قال لي ايه؟ قال لي السلكتد بارتيشن اللي انا هعمل له ديليت هو البارتيشن رقم كام؟ هو رقم واحد. عارف ليه قال لي واحد؟ لان مفيش عندي الا هو. فطالما قلت له عندي ديسك والديسك ده عايز امسح منه بارتيشن ومفيش الا بارتيشن واحد، خلاص هو هيروح يمسحه. انما لو عندك اكتر من بارتيشن هيسالك عايز تمسح انهي واحد فيهم؟ البارتيشن رقم اتنين ولا تلاته ولا واحد ولا كام بالظبط؟ ماشي كده؟ طيب كلام جميل. اما كده فور هيلب، ها عايز اتاكد اللي انا عملته ده مظبوط ولا مش مظبوط. هبرنت البارتيشن تيبل من اول وجديد بي اهو. الاختصارات دي كل واحده لها معنى، وما تحاولش تحفظ الاختصارات دي. انا شغال لينكس بقالي اكتر من 10 سنين دلوقتي، والله عمري ما حفظتها. انا بس فاكر اتنين تلاتة منها وخلاص على كده. كل مره بختار الام وبشتغل اهو. المعنى بتاع كل واحده فيهم ها مكتوب جنبها اهو، كل واحده المعنى بتاعها مكتوب جنبها. خلاص لما جيت عملت برنت، بص بيقول لي ده هيبقى شكل الديسك بتاعي بعد، ده هيبقى شكل الديسك بتاعي بعد ما ايه، او لو انا عملت ابلاي. بص ها بص ايه اللي حصل، البارتيشن اللي كان موجود عندي خلاص مع السلامه. هو ده اللي انت عايز تعمله يا عم؟ هقول له دبليو دبليو عشان ايه؟ عشان اعمل رايت. تمام كده. طيب جيت اقول له كده ال اس بلوك، ايه اللي حصل دلوقتي؟ ها البارتيشن طار. خليك فاكر انا عدلت البارتيشن تيبل صح؟ مش انا مسحت بارتيشن؟ معنى كده ان البارتيشن تيبل بتاع الديسك ده اتعدل، فانا محتاج اعمل له ايه؟ بارت بروب لديف اس دي بي مره تانيه. ما تنساش بقى، خلاص بقى اعتقد اللعبه اتفهمت. تمام. طيب كلام جميل. بعد كده اعمل ايه؟ لو جيت اقول له كده اف ديسك سلاش ديف اس دي بي، لا اسف، اف ديسك داش ال داش ال اهو. هل عندي اي بارتيشنز في الديسك ده دلوقتي؟ هل عندي اي بارتيشن في الديسك ده دلوقتي؟ لا مفيش عندي. بس لسه في حاجه، الديسك ده مرجعش زي الاول. عارف ليه؟ لان الديسك ده له بارتيشن تيبل دلوقتي موجود. الديسك ده عليه ام بي ار يا معلم، الديسك ده عليه ام بي ار. شايف الديسك ليبل نوعه ايه؟ ها ده لسه نوعه دوس. يبقى لما مسحت البارتيشن، البارتيشن اتمسح بس لسه البارتيشن تيبل موجود. البارتيشن تيبل مفيش فيه اي بارتيشنز بس مازال موجود. خلاص كده. طيب لو عايز
تمسح الام بي ار نفسه. لو عايز تمسح الام بي ار نفسه بالبارتيشن تيبل من الاخر، عايز ترجع الديسك ده يبقى حاجة اسمها رو ديسك تاني، عايز ترجع الديسك ده لرو ديسك، ترجعه كده صحرا، ها تعمل ايه؟ والله ممكن نكربت، او احنا ممكن نبوظ نفسد البارتيشن تيبل ده بايدينا، مش البارتيشن تيبل بس، الام بي ار كامل بايدينا. ده انا ممكن افسد الام بي ار كامل بايديا كده. طب ازاي يا عم؟ بص كده، عندنا ملفات سبيشال قوي موجوده في اللينكس، عندنا ملفات سبيشال قوي موجوده في اللينكس زي ديف راندوم. عارف ديف راندوم ده بيعمل ايه؟ بيقعد يكتب راندوم داتا كتير جدا. بص الشكل ده تعمل ازاي، كمية راندوم داتا رهيبة، شايف عاملة ازاي؟ ده بتتكتب بشكل عشوائي. وعندنا مثلا ملف تاني زي يو راندوم، ويو راندوم برضه بيقعد يكتب داتا بشكل عشوائي كتير جدا. بص ايه اللي حصل، اصلا كتب راندوم داتا كان منها امر بيعمل اكزيت، فايه اللي حصل؟ السيشن بتاعتي ها كلها ترمينيتد. اهو ارجع تاني، طيب الفرق بين راندوم ويو راندوم ايه؟ تعالى كده عشان اوريك الفرق من التيرمينال بقى اللي كونكتد بالمكنه دي. الت كنترول اف 2 كده، روت، ممكن اقول له كده كات ديف راندوم. تعالى اترمينيت بس السيشن دي عشان ما اخليش في اي حاجه بتحصل على المكنه دي. شايف؟ طيب اللي بعده يو راندوم. بالمناسبه ممكن وانت بتشتغل براندوم ويو راندوم، لا التيرمينال ده بيطلع من الفي ام وير نفسه الايرور، لما تضغط دبل تاب عندك على ويندوز او على لينكس مش بيسمع لك كده صوت زماره كده او بل اللي هو الجرس اللي بيرن ده؟ طيب بص التيرمينال بتاعك عمل ايه، تيجي تكتب اي حاجه، بص لو جيت اقول له ال اس، بص ال اس بتتكتب ازاي وتطلع الاوتبوت ازاي، فانت عشان تعدلها تاني وترجعها تاني تتظبط، اعمل اكتب بس ريست، حتى لو حروفها مش ظاهره هيرجع التيرمينال مظبوط تاني، مش مضطر تعمل ريبوت. عشان انا شفت في مره سيستم ادمن استخدم ديف راندوم فالحروف شكلها باظ، فاضطر يعمل ريبوت للمكنه قدامي، وطبعا كنت بشد في شعري يومها منه. مش لازم تعمل حاجه زي كده، ممكن تعمل ريست تشتغل معاك. ماشي؟ طيب ما علينا، نرجع بقى مره تانية. وفي عندك كمان ملف تاني اسمه ديف يو راندوم. الاثنين موجودين عندنا، الاثنين بيعملوا جنريت لراندوم كاركترز عندنا. خلاص كده؟ طيب هو انا ممكن استخدم الملفات دي، انا ممكن استخدم الملفات دي باي شكل من الاشكال، باي طريقه بقى، بحيث ان انا اكتب داتا بشكل عشوائي على الام بي ار. هل ينفع استخدم ملف زي ده؟ مش الملف ده بيجنريت راندوم كاركترز؟ ها صح ولا غلط؟ طب ينفع استخدم ملف زي ده عشان اوفر رايت الام بي ار؟ ايوه ممكن. وفي الحاله دي انا كده هبوظه بايدي، انا ببقى متعمد ان انا ابوظ الام بي ار بايدي، فانا ممكن اعمل ايه؟ بص يا سيدي، لو كده قلت له كده اف ديسك داش ال ديف اس دي بي، قال لي الديسك ليبل اهو دوس. فاكر الريدايركشن؟ كات ديف راندوم، وهحط الكلام ده كده على مين يا عم؟ على ديف اس دي بي. عارف ده هيعمل ايه؟ هياخد كل الكلام اللي هيطلع من الامر ده، ها
ويبعته لمين؟ لديف اس دي بي. شفت بقى؟ ها بص كده. بالمناسبه هو كده زمانه كتب داتا كتير قوي، ممكن اعمل كنترول سي كده الموضوع انتهى. لو جيت تقول له اف ديسك مره تانية، بص ايه اللي حصل. يبقى هنا بس استخدم الامر ده كده عشان تايه، ها عشان تايه، تعمل ريدايركت لشويه راندوم كاركترز على مين، على ديف اس دي بي. فاكر بقى فايده الريدايركشن اللي قلت لك عليه؟ فاكر فايده الريدايركشن اللي قلت لك عليه؟ طيب الطريقه دي هتشتغل، بس انا مش بحب الطريقه دي. الطريقه دي طريقه مش شيك. عارف ليه؟ بكل بساطه انت لما جيت عملت كده، هو كتب داتا قد ايه؟ طب هو مسح الام بي ار بس ولا مسح كل حاجه؟ الطريقه دي ان كنترولد. عارف ليه؟ لان انت ما تعرفش حجم الداتا اللي هتتكتب على اس دي بي قد ايه. الله اعلم هي اوفر رايت اول 10 ميجا بس، ولا اول 100 ميجا، ولا اول 1 جيجا. عارف بتبقى انت بترمي راندوم داتا والموضوع انتهى على كده، صح؟ طيب هو في طريقه تانية، اقول له بس اعمل لي اوفر رايت لاول 512 بايت بس، ولا اول 64 بايت اللي هم البارتشن تيبل نفسه. هو انا ممكن اوفر رايت اول 64 بايت بس اللي هم البارتشن تيبل نفسه؟ ها اه ممكن احدد له كمان بالبايت. طب اعملها ازاي ديا؟ بص الاول تعال نعمل ايه، تعال نعمل ام بي ار للديسك ده اهو بي كده. مش لازم اعمل اي بارتيشنز، مجرد ما فتحت بالاف ديسك وعملت رايت بارت بروب ديف اس دي بي، اوتوماتيك هتلاقيه عمل لك ايه؟ اسف اف ديسك داش ال، اهي داش ال. بي تبرنت كده. طيب لا لازم نعمل بارتيشن الاول، لازم نعمل بارتيشن. طيب ام فور هيلب بي. طب رايت ان عشان اد برايمري واحد من اول فيرست. الكيبورد بتاعتي معذباني شويه. طيب هختاره وليكن مثلا 10 جيجا. بي تو برنت اهون دبليو عشان اعمل رايت. جيت اقول له كده اف ديسك داش ال ديف اس دي بي. ها اهو انا عندي دلوقتي كمان، انا عندي ديسك كمان عليه ام بي ار وعليه بارتيشن كمان. يلا يا عم ابسط ابسط يا سيدي. خلاص تعال نمسح البارتيشن اهون دي عشان اعمل ديليت. بي رايت بعد كده بارت بروب اف ديسك داش ال لديف اس دي بي اهو. يبقى انا كده عندي بارتيشن اسف عندي ديسك تاني. والديسك ده على ايه؟ ها عليه بارتيشن تيبل. الطريقه الثانيه عشان اوفر رايت البارتيشن تيبل ده، بس المره دي بقى بشكل محترم شويه، بشكل بدينات شويه. اعملها ازاي؟ بص ممكن اقول له كده الامر كده اللي اسمه دي دي. دي ده اختصار لديسك دمب. ديسك دمب خلاص. هقول له الانبوت فايل بتاعك هو ديف. ها ديف ايه؟ ديف مثلا راندوم. الاوتبوت فايل هو ديف اس دي بي. البلوك سايز بتاعك الكاونت 1 بايت. الكاونت كام؟ 64. او لو عايز تكاونت كل ال 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 اللهم صل على النبي كل الام بي ار حط 512. انت اصلا مش محتاج تقول له خلاص، مش محتاج تقول له كمان
البلوك سايز قد ايه، هو باي ديفولت بي 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 بيتعامل مع او الديفولت يونت بتاعته بالبايتس، الديفولت يونت بتاعته بالبايتس. خلاص لو عايز تقول له امسح لي بس اول 100 ميجا، قول له كده البلوك سايز بتاعك يساوي 1 ام، كده هيكتب كام؟ ها هيكتب 100 ميجا، ماشي كده. طيب بص لي هنا كده، انا كده قلت له اكتب لي اول 512 بايت بس، بص ايه اللي حصل، هو بيقول لك هنا اهو 512 ريكوردز ان، تمام كده. لو جيت تقول له هنا كده اف ديسك داش ال، ها تاني حلو قوي، الديفرنت ما بين البلوكس او البلوك سايز وما بين الكاونت. طيب حاضر بس كده سلام. بص يا سيدي، ادي عندك الديسك اهو، الام بي ار موجود في الاول صح، الام بي ار ده عباره عن حجم قد ايه؟ 512 بايت، ومتقسم بالمنظر ده، متقسم لبلوكس، ماشي كده. طيب بص عندك كده الام بي ار نفسه، الام بي ار انا قلت لك مساحته 512 صح، الام بي ار بيكون من حاجه اسمها البارتيشن تيبل، البارتيشن تيبل 64 كيلو بس، بيتكون كمان من حاجه اسمها البوت لودر. البوت لودر، البوت لودر ده مساحته 64 بايت، وده 4 4 و6 بايت، يبقى 446 بايت للبوت لودر. وفي عندك كمان 2 بايت حاجه اسمها ماجيك نمبر، والماجيك نمبر ده اعتبره زي تشيك سام كده، بيستخدم بس في داتا ريكفري، عباره عن تشيك سام بس لايه؟ ها لبقيه البارتيشن، او اسف لبقيه الام بي ار، تمام كده. طيب بص لي بقى هنا كده، اما لما باجي اوفر رايت الام بي ار، هات اوفر رايت الام بي ار كله، ولا عايز اوفر رايت البارتيشن تيبل بس، ولا البارتيشن تيبل والبوت لودر اللي احنا هنشرحه من اول يوم في التراك الثاني اللي هو اخر الاسبوع الجاي ان شاء الله يوم الثلاث او يوم الاربع، ماشي كده، ولا عايز اوفر رايت كل الكلام ده مع بعض؟ لو انت قلت له اعمل لي اول 512 بايت، ها هيعمل مين يا عم؟ الام بي ار كله، البارتيشن تيبل والبوت لودر والماجيك نمبر كله على بعضه. انما لو قلت له البلوك سايز بتاعي، هو اوتوماتيك بيديفولت للبلوك سايز بواحد بايت، ده الديفولت فاليو بتاعته. خلاص كده ماشي. فلو انت قلت له اكتب لي ده البلوك سايز اللي هيكتبه، ده حجم كل بلوك هيكتبها، يبقى هو كده يكتب مجموعه من البلوكس كل واحده واحد بايت. طيب ايه كمان؟ ها الكاونت هيكتب كام واحده بقى منهم، هيكتب كام بلوك؟ لو قلت له بس كده 64، يبقى هيكتب كام، هيكتب كام بايت كده؟ هيكتب 64 بلوك، كل بلوك واحد بايت، يبقى هيكسب، هيكتب كام بايت؟ 64 بايت بالعقل. طب لو قلت له البلوك سايز بتاعك 1 ميجا، اكتب لي 100، يبقى هيكتب كام ميجا دلوقتي؟ 100 ميجا. شفت؟ وضحت الحته دي؟ وضحت؟ تحب اوريها لك بشكل اوضح من كده كمان؟ اهو بشكل اوضح. بص لي كده، ممكن اقول له كده دي دي الانبوت فايل بتاعك هو ديف راندوم، الاوتبوت فايل بتاعك هخليه في الهوم دايركتوري بتاعتي او في المكان اللي انا موجود فيه وهسميه بيج فايل، البلوك سايز بتاعه يساوي وليكن 1 ميجا، كاونت 100. عارف ده معنى ايه؟ انا عايز اعمل ملف اسمه بيج فايل،
مساحته ها عباره عن 100 بلوك، كل بلوك 1 ميجا، يعني مساحته كام؟ 100 ميجا اهو. ال اس كده، طب ال اس داش ال، بص لي بيك فايل مساحته كام؟ ما كتمش المساحة. طب هو ليه الحكاية دي بتحصل؟ حد عنده أي تفسير؟ طب كده دي يو داش اس اتش بيج فايل، لا لا طيب زي ما قلت لك ان في عندنا، انا كده زنقتك في الحته اللي انا عايزها من الاول، زي ما قلت لك ان في عندنا ملفات اسمها ديف راندوم وديف يو راندوم، فاكرهم؟ في عندنا برضو سبيشال فايل اسمه زيرو. زيرو ده بيكتب اصفار فقط، زيرو ده بيكتب اصفار بس، مش بيكتب راندوم داتا. زيرو بيكتب اصفار فقط وليس راندوم داتا. حلو، بص كده لو بدلت، لو بدلت راندوم ويو راندوم بزيرو، بص كده ايه اللي هيحصل. اتكتبت المساحه، قال لا ده نفس الامر يا عم، ده نفس الامر، بس كل اللي عملته ان انا بدلت اسماء الملفات من راندوم ليو راندوم، صح؟ اقول لك ليه الحكايه دي بتحصل؟ نعم؟ لا راندوم اتكتبوا برضو والله. طب تعالى بس كده، تعالى اكتبهم لك راندوم تاني، وكات كده الملف اللي اسمه بيك فايل اهو، اتكتبوا هم والله وربنا اتكتبهم. بص هقول لك هو بيقيس ازاي، هو بيقيس ازاي. الاول قبل ما اقول لك بيقيس ازاي واقول لك ليه المشكله دي حصلت او ليه الحكايه دي حصلت، الموضوع بسيط جدا. انت عارف ايام زمان، ايام زمان لو حد فيكم كان بياخد اي سي دي ال كده ايام 2006، لما كانت اي سي دي ال دي قمه التكنولوجيا وقتها 2005 2006، الراجل الله يمسيه بالخير بقى اللي كان بيشرحها لي سنه 2005 بالظبط، خلاص الراجل ده كان دايما اول ما جينا نتكلم خالص وبدا في كان في الاول كان في جزء خاص بالهاردوير بالمناسبه، وازاي تنستول اوبريتنج سيستم، وكان بعرفنا على المكنه والهاردوير بتاعها، وازاي احط ويندوز 98 واحطه مع ويندوز اكس بي ويكون في دوال بوت، كل الكلام ده كان بيوريه لنا عملي. فكان الراجل ده كان دايما يقول لك كده، كلمه فورمات بالنسبه له كان بيقول لنا كده ايكويفالنت لحاجه اسمها زيرو فيل، يعني املى الكلام ده كله بصفار اصفار 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 وهكذا. ده المعنى الحقيقي لكلمه فورمات بالنسبه لهم، ماشي كده؟ حلو. ها حد معترض على الحكايه دي؟ طيب راندوم ويو راندوم، راندوم ويو راندوم بيكتب كاركترز ها مش اصفار، خلاص كده؟ ده بيكتب كاركترز تقريبا من كل اللغات اللي يعرفها. بص كده، بص اللغه دي اصلا الترمينال بتاعي مش قادر يترجم الحرف ده لاني ما عنديش الفونت فايل اللي يترجمه، يعني انا ما عنديش الفونت اللي يترجمه. بص ده الملف من جوه اهو، خلاص شايف اهي، ده اتكتبت اهي، يعني الكلام مكتوب بس كله مكتوب بشكل راندوم، يعني واخد من كل اللغات بقى، تلاقي عربي على انجليزي على لاتيني على مش عارف عبري على مش عارف ايه، كتب داتا راندوم من كل اللغات اللي هو يعرفها، ماشي كده؟ حلو. طيب بص لي كده، لو حد فيكم اشتغل برمجه قبل كده، لو حد فيكم اشتغل برمجه وهو بيعرف اي فاريبل ايا كان، كان بيقول لك الفاريبل ده نوعه ايه؟ انتجر ولا سترينج
ولا مش عارف ولا بيج انت، حد فيكم سمع المصطلح ده قبل كده؟ طيب اقول لك على حاجه كمان عشان تفهمها، تعال افتح لي كده النوت باد. النوت باد ده نفسه لو انت جيت كده بص، جيت انا قلت له كده صباح الخير كلمه اهي، عايز اعمل لها سيف، وانا بعمل سيف از بيقول لي الانكودنج بتاعك ايه. تعال كده نسمي ملف كده تيست. بص الانكودنج بتاعي ايه، ها انسي، تمام كده. في انواع تانية من الانكودنج، ايوه في اليو تي اف 8، في اليو تي اف 8، اليو تي اف 8 ده بيسبورت تقريبا معظم اللغات المعروفه حاليا. بس خلي بالك الفرق بين الاثنين ايه بقى يا معلم، ان ده الفايل سايز بتاعه هيكون اقل من ده بكتير، ده الفايل سايز بتاعه هيكون اقل من ده بكتير جدا. عارف ليه؟ لان وانت بتكتب الداتا كده، وانت بتكتب اي داتا على ملف، خليها في الميموري، حتى في الميموري انت كده تكتب حرف اي، هل المساحة اللي هو عايزها في الميموري للحرف ده هي نفس المساحة اللي ممكن يخزن فيها الحرف اللي اسمه ألف؟ هو نفس المساحة اللي ممكن يستخدمها عشان يخزن مثلا حرف باللغة العبرية عامل كده؟ الله يفتح عليك، لأ خلاص، لأن الكاركتر ست بتاعت ده مختلفة عن، أيوة مختلفة عن ده، مختلفة عن ده، تمام؟ فلما أنت جيت قلت له كات ديف راندوم وكات ديف يو راندوم، أنا قلت لك بيكريت كاركترز ها من كل اللغات اللي يعرفها. بص حتى شكلها عامل إزاي بالعقل كده، بص شكل الكاركترز عامل إزاي. فلما جه كتبها هو كتب 100 ميجا، فعلا كتب 100 ميجا، بس كتب 100 ميجا اوتبوت، تمام؟ حلو. لما جه يخزنهم حطهم في فايل، صح؟ الفايل باي ديفولت بتحط انسي، فبقى الايكويفالنت بتوع ال 100 ميجا اللي خارجين من الامر يعادلهم ال 8.5 كيلو اللي اتحطوا في الملف ده، لان الملف خزن عنده بس ايه، خزن انسي بس، ما خزنش اليو تي اف 8، فبقى بيحجز مساحة لكل ملف، اسف لكل حرف، اصغر بكتير جدا من اللي المفروض يتحجز. وضحت؟ طيب اقول لك على حاجة كان خازوق بيحصل مع كده، كان زي ايه، فين يا سيدي فين، اللهم صل على النبي، استنى بقى كده عليا، طالما جيت لي اهو اهو يا معلم، بص كده بص كده، الملف ده ملف ترجمه بتاع مسلسل كنت جايبه، الملف ده بتاع ترجمه بتاع مسلسل كنت جايبه، بالمناسبه الترجمه دي عربي، ها بس الراجل وهو جاي يخزن الملف ده، الراجل وهو جاي يخزن الملف ده عمل ايه؟ الملف ده بص لي كده حجمه قد ايه، الملف ده حجمه قد ايه، 35 بايت، اه الملف ده حجمه 35 بايت، مش عشان مضغوط، هو فعلا حجمه كده 35 بايت، ماشي. تعالى كده اخد الكلام ده كده كنترول سي، وجيت هنا قلت له انكودنج، وخدت الانكود ده يا سيدي ل عربي، لا برضه ما اشتغلش. طيب كنترول في هنا، اكستراكت تو ديسكتوب اهون، اقفل لي كده الملف ده.
تعالى اوريك بقى كده. اهو ادي الملف بايظ اهو، الانكودينج بتاعه تعالى غيره اخليه عربي. يلا وحش بقى انجز نفسك، اتحول عربي اهو، كنترول سي كده، وتعالى احطه في ملف هنا. لما اجي اعمل له سيف وهخلي الانكودنج بتاعه، لو جيت تقول له كده انسي، ها لو جيت تقول له انسي وجيت تعمل له سيف هنا كده، بص طلع قال لك ايه؟ قال لك انت لو عملت له سيفنج بالانسي ايه اللي هيحصل له؟ ها اتسيف اهو. بص لو جيت فتحته تاني ايه اللي حصل له؟ شايف؟ يا دين النبي ما قدرش يخزن الملفات. مش هو ده تقريبا نفس اللي حصل معانا هنا؟ هو ده ولا لا؟ تقريبا هو صح. طيب بص لي هنا كده بقى، هعمل ملف جديد هسيف بالعربي المره دي، سيف از، بس اقول له يونيكود او يو تي اف 8. جيت افتحه مره تانيه الملف اتسيف اهو بالعربي. شفت الفرق بين الاثنين؟ ده فضل كلام مش اخبط، بس ده اتسيف عربي. طيب طب ده فرق معايا في ايه؟ بص كده الملف اللي هو حته صغيره خالص، كلمه صغيره، اه كلمه صغيره خالص. بص الملف نفس الداتا بالظبط، نفس الداتا بالظبط بالملي اللي هي بالانسي حجمها قد ايه، وبص نفس الداتا اللي حجمها باليونيكود. شايف الفرق؟ فرق في الحجم عامل ازاي؟ طيب لما تبقى بقى الحاجات من لغات مختلفة بقى، عربي على هندي على عبري على مش عارف على فرنساوي على ايطالي على لاتيني على مش عارف ايه على ايه على ايه، بيعمل فرق رهيب جدا في المساحة، بيعمل فرق رهيب جدا في المساحة. فلو انت فعلا فعلا ها عايز تأوفر رايت صح، يبقى الأحسن كنت تستخدم راندم ولا زيرو. لو انت فعلا بتأوفر رايت صح مظبوط، يبقى انت كنت محتاج تستخدم حاجة بتكتب داتا كونستانت، حاجة ثابتة، اصفار، والاصفار دي بتتقرب أي لغة، انسي هتمشي، يونيكود هتمشي، يو دي اف 8 هتمشي، ولا تستخدم راندم. راندم دي بقى اللي بتحط لك أي لانجوج هو الجهاز يعرفها. يبقى المفروض لو انت شغال صح 100% المفروض كنت دايما تستخدم زيرو. وصلت؟ وصلت؟ ها عرفت ليه انا لبستك في ريف في ديف راندوم وديف يو راندوم وبعد كده جبتك لزيرو؟ ها وضحت الفكرة دي؟ حد عنده اي مشكلة في اللي انا قلته؟ تمام كده؟ طيب طيب اف ديسك كده مرة تانية لديف اس دي بي بي تو برنت، مفيش أي حاجة عليه. تعال نأد نيو بارتيشن، هخليه برايمري والبارتيشن رقم واحد من أول الفيرست سيكتور أو الفيرست فري سيكتور، وهخليه ده مثلا وليكن 5 جيجا. بي تو برنت البارتيشن تيبل رايت، المرة دي أقول له كده ام كي اف اس دوت اكس اف اس، المرة دي هعمله اكس اف اس يا سيدي، بلاش اي اكس تي 4. لمين؟ لديف اس دي بي واحد. خلي بالك انا لسه عندي خطوه ناقصه ما تنساش. مين يا عم؟ بارت بروب ديف اس دي بي، ماشي كده. بعد كده ام كي اف اس دوت اكس اف اس لديف اس دي بي واحد. بص لي كده، انا لما جيت عملت اوفر رايت من شويه، سلام، لما جيت عملت اوفر رايت من شويه هنا، عملت اوفر رايت لكل البارتيشن اللي كان موجود عندي، راح فين؟ تعالى كده اطلع بالاوامر. ها
انا هنا لما جيت عملت اوفر رايت، انا كنت عملت اوفر رايت لكام؟ تقريبا لاول 512 ميجا بس، صح؟ فاكر لما كنت بكاريت الفايل سيستم وراح قايل لي انا عملت لك اكتر من سوبر بلوك؟ فاكر؟ حلو قوي. لما جيت انت عملت اكتر من سوبر بلوك، جيت تعمل فورمات مستخدما الاكس اف اس، لقى الاكس اف اس اوتوماتيك وهو جاي يشتغل وهو بيعمل فورمات، لقى ان في سوبر بلوكس موجوده قبل كده خاصه بفايل سيستم نوعه ايه؟ ها؟ اي اكس تي 4. ففي شك يا عم، شكلك هتعمل مصيبه، شكلك كده واحد زي محمد عطله وهتفورمات فايل سيستم عليه داتا، تمام كده؟ فعشان يحميك من نفسك قال لك بص انا هوقف العمليه دي، انا مش هعمل فورمات لان لقيت سوبر بلوكس لسه موجوده، ها، لفايل سيستم نوع اي اكس تي 4 موجوده قبل كده على نفس البارتيشن دول، او مش على نفس البارتيشن، موجوده على نفس المساحه على الديسك ده، خلاص؟ عشان تحل المشكله دي قول له يا عم انا متاكد من اللي انا بعمله وهستخدم اوبشن اسمه داش اف. داش اف معناها فورس، انا بفورس ان هو يعمل كده، معناها انا قاصد، انا عامد متعمد ان هو يفورمات يكتب سوبر بلوكس جديده للاكس اف اس، حتى لو لقى السوبر بلوكس بتاعت الاي اكس تي 4 موجوده على نفس ها البرشن ده قبل كده، خلاص؟ نعم؟ لا يا معلم، ثانية واحدة، ما تخلطش بقى، ما تخلطش. أهو، آدي الديسك بتاعنا، مرة كمان. أنا لما جيت عملت فورمات للبارتيشن ده، افترضت إن ده البارتيشن بتاعي، مش قلت لك كتب هنا كده الأينود تيبل الرئيسي؟ وكتب شوية أينود تيبلز هنا؟ صح؟ فاكر امبارح لما قلت لك ان انت بكل بساطه لما بتعمل فورمات، ولما انا جيت عملت اوفر رايت، لما انا جيت كده عملت اوفر رايت ايه اللي حصل؟ هل مسح الداتا اللي موجوده هنا دي ولا مسح ده بس؟ مش مسح ده بس، ده بس اللي اتمسح، صح؟ طب السوبر بلوكس اللي كانت موجوده هنا هل قرب لها ولا لمسها؟ ولا لمسها ولا جه جنبها، ده هو مسح السوبر بلوك الرئيسي. طيب انت جيت تقول له اعمل لي فايل سيستم جديد نوعه اكس اف اس، اهو ادا واحد جديد نوعه اكس اف اس، جه يكتب ده، قبل ما يكتب ده جه يتشك كده قال لا الحق يا عم، ده انا لقيت سوبر بلوكس موجوده قبل كده بتاعت اي اكس تي 4 اوتوماتيك هيابورت ويقول لك شكلك بتعمل مصيبه، هو خايف عليك لا يكون كان في داتا مهمه هنا وانت هتحاول تعمل لها اوفر رايت، فهيوقف لحد ما انت تقول له داش اف. داش اف معناها فورس ان هو ايه؟ خلاص يا عم كل الكلام ده كده انا ما عدتش محتاجه، امسح كل ده وابدا اعمل لي فايل سيستم من اول وجديد. وضحت؟ فهمت هو بيقول لك ايه؟ ها؟ حد عنده اي مشكله؟ اهو بص كده المره دي، المره دي هيكتب وهيشتغل من غير ما يقول لك اي حاجه. بص لي بقى هنا كده الاينود سايز هنا قد ايه، حجمه قد ايه؟ ها طيب، بالمناسبه انا ممكن اقول له وانا بكتب الفايل سيستم زي انا قلت لك قبل كده، وانت بتكتب الفايل سيستم الاينود سايز ممكن احدده له كمان، ممكن احدد له الاينود سايز، يعني ممكن اجي هنا كده ممكن اقول له كده داش اي سايز الاينود سايز بتاعه بدل ما هو 256 خليه لي 512. اهو المره دي عمل فايل سيستم جديد والاينود سايز بتاعه كام؟ بص له كده المره دي، المره اللي فاتت كان 56، المره دي بقى كام؟ يبقى انا عملت له مره فورمات استخدم الديفولت فاليو اللي هي كانت الاينود سايز 256، تاني مره استخدم الاينود سايز كام؟
512. لو انت لاحظت ها ان الفايل سيستم اللي اسمه اكس اف اس ده بيتكتب بشكل سريع جدا جدا جدا. بص لو جيت بتكتب اي اكس تي 4، بص الاي اكس تي 4 بياخد وقت، بالذات ها لو البارتيشن بتاعك ده مساحته كبيره. يعني تعالى اديك مثال واقعي كده واقول لك كده ام كي اف اس، اسف قبل ام كي اف اس اف ديسك ديف اس دي بي، تعالى ديليت كل اللي موجود وهعمل نيو بارتيشن هخليه برايمري اهو لحد اللاست سيكتور بي. انا عملت بارتيشن مساحته 20 جيجا دلوقتي، رايت بارت بروب خلاص. بالمناسبة بارت بروب هنا، بارت بروب ما قدرش يتعامل مع السي دي روم بتاعتك خلاص. عارف ليه؟ لان السي دي روم اصلا عبارة عن ريد اونلي فايل سيستم. لما بتقول له ريد رايت، او اسف لما بتقول له بارت بروب، بيحاول يقرا البارتيشن تيبل بتاعها في ريد رايت مود، بس اصلا الاسطوانة هي مكتوبة اصلا قبل كده، فهيكتب على الاسطوانة ازاي اساسا؟ ده ملف ايزو اصلا صح، ملف ايزو انا عامل له اتاتش كانه فيرتشوال او اسطوانه فيرتشوال وعامل له ماونت، فهيطلع لك بس الايه الورنينج ده، لا اكتر ولا اقل. هيطلع لك الورنينج ده يقول لك الاسطوانه دي مش عارف اكسسها ريد رايت لانها اسطوانه، ودي حاجه منطقيه يعني. طيب بص كده ام كي اف اس اي اكس تي 4، بص بتلاقيه خد كام ثانيه كده. عارف لو بتكتب على فيزيكال ديفايس، هياخد معاك وقت حبه حلوين، يعني كام 20 30 ثانيه مثلا ولا حاجه. ليه مش واضح معايا وهيبان معاك على المكنه بتاعتك انت؟ لان انا الديسك بتاع المكنه بتاعي اس اس دي، فالرايت سبيد عندي، عاليه جدا، حوالي 300 ميجا بايت في الثانيه. لو جيت عندي هنا كده يا سيدي ورحت اهو، جيت قلت له الديفايس مانجر، الديسك درايف بتاعي ده اس اس دي، مش لاقي له اي معلومه اصلا عنده. فين الهاردوير اهي؟ برضه مش ظاهر لي المعلومة، ما علينا. بس الديسك بتاعي ده ديسك انتل اهو، انا الديسك بتاعي نوعه انتل وده اس اس دي، فهتلاقي عملية الفورمات وعملية الكتابة اصلا عليه في المطلق اساسا سريعة جدا، فمش هتحس بالفرق، او مش هتحس قوي بالفرق. انما لو الديسك بتاعك ديسك عادي او ساتا، هتلاقيه خد معاك وقت. انما لو انت كنت بتستخدم فايل سيستم زي الاكس اف اس ده، هيفرق معاك بشكل كبير جدا في عمليه كتابه الفايل سيستم. انا عايز اقول لك ان انا كان عندي، كنت بعمل حاجه اسمها كلاستر ستورج، وكان عندي اربع ديسكات كل واحد 3 تيرا في سيرفر، فكان الاجمالي 12 تيرا. وبعد كده رحت جاي عامل ريد 5 على الاربع ديسكات اللي كانوا موجودين دول، والله العظيم ان انا شغلته يكتب فايل سيستم، كنت ساعتها شغال اي اكس تي 4 ماشي، ودي كانت غلطه مني اساسا. سبته يكتب الاي اكس تي 4 وروحت، يعني انا كنت بدات فورمات حوالي الساعه 12 وربع، انا كده كان مخلص شغل الساعه 1 الظهر، قعد ثلاث ارباع ساعه وما كانش لسه خلص يكتب الفايل سيستم، كان لسه شغال في الفايل سيستم، ديسكات كانت ديسكات عاديه وكان لسه بيكتب عليها.
ما كانتش اس اس دي، فكنت كان الفرق عندي كان واضح. لو كنت قلت له اكس اف اس كان الفايل سيستم ده يخلص كده في لحظه، في لحظه معاك. ماشي طيب ما علينا. طيب انا دلوقتي بقى عندي بارتيشن عايز اخليه اكسسبل، فاكر دي اف داش اتش؟ ها دي اف داش اتش، شايف دي اف داش اتش؟ هل دلوقتي انا ممكن اكتب داتا، هل دلوقتي انا ممكن اكتب داتا على البارتيشن دون؟ ها انا عملت له فورمات بس لحد دلوقتي مش قادر اكسسه. عشان تاكسس اي ديفايس في ويندوز لازم الديفايس دي تكون ظاهره ويكون ليها ايه؟ درايف ليتر مخصص ليها، صح؟ صح ولا غلط؟ حد فيكم قبل كده جرب يحط بورتابل ديسك ولقاه مش ظاهر فاضطر يروح ها يعمل اساين لدرايف ليتر للديسك ده او للبارتيشن ده؟ ها حد فيكم قبل الحكايه دي قبل كده؟ ما علينا. بس عشان تاكسس اي درايف او بارتيشن حتى على ويندوز لازم يكون له درايف ليتر. ان انت تخلو درايف ليتر دي معناها لازم تخليه ها تعمل له حاجه اسمها ماونت. ماونت يعني تخليه اكسسبل، خلاص. طب انا عايز اخليه اكسسبل دلوقتي من سلاش ميديا، هقول له ايه كده؟ بالمناسبه هنشرح الماونت بالتفصيل الممل. ماونت سلاش ديف اس دي بي واحد، انا عايز اقرا من سلاش ميديا او عايز اكسسه من سلاش ميديا دي اف داش اتش كده مره تانيه. بص ايه اللي حصل، قال لي دلوقتي المره دي قال لك الديسك اللي اسمه ديف اس دي بي واحد معمول له ماونت في سلاش ميديا ومساحته كام؟ ها 20 جيجا، شايف؟ طيب دلوقتي بقى، دلوقتي لو انا جيت كده قلت له كابي كده لسلاش اي تي سي حطه في سلاش ميديا، هيكتب دلوقتي في سلاش ميديا هيكتب فين بالظبط؟ ها هيكتب على الديسك اللي اسمه ديف اس دي بي واحد. تعالى كده جرب اهو، لو جيت اقول له كده دي اف داش اتش كتب 70 ميجا اهو، كانت المساحه 33 المستخدمه. بص بقى كام، 70 ميجا بس كمان اضافوا بقى تقريبا يعني او 69 ميجا، فبقت المساحه كام؟ 100 ميجا اجمالا. لو جيت اقول له كده ال اس سلاش ميديا، مين اللي ظهر؟ الفولدر اللي انا عملت له ايه؟ ها عملت له كوبي. طب لو انا عايز اقول له مش عايز اخليه اكسسبل تاني، هقول له يو ماونت بس كده سلاش ميديا دي اف داش اتش، ما بقاش اكسسبل اهو. لو قلت له كده ال اس سلاش ميديا، هل في حاجه في ميديا دلوقتي؟ يبقى لما لما بتعمل له ماونت وتيجي تكتب داتا، الداتا بتتكتب فعليا فين؟ ها الداتا بتتكتب فعليا على الديفايس دي، على البارتيشن ده. طب لما تعمل له اماونت خلاص الداتا موجوده على الديسك والديسك مش اكسسبل، فخلاص مش هتشوف الداتا. طب لو جيت عملت له ماونت تاني، هل هترجع الداتا اكسسبل مره تانيه؟ ها رجعت اكسسبل مره تانيه، الداتا زي ما هي، الداتا اتكتبت على البارتيشن خلاص زي ما هي على البارتيشن. طالما بتقدر تاكسس نفس البارتيشن ها فالداتا موجوده بالظبط، عامل زي الفلاشه. انت حطيت الفلاشه في الجهاز، نقلت عليها ملفات، تمام، كل حاجه لسه ظاهره قدامك، تمام. طب شلت الفلاشه، ايه اللي حصل؟ شلت الفلاشه الداتا ما بقتش اكسسبل، صح؟ تمام كده. ركبت الفلاشه مره ثانيه هيتعمل لها ماونت تاني، هل هتلاقي الداتا زي ما هي كانت موجوده؟ ايوه خلاص نفس الفكره بالظبط، لا اكتر ولا اقل. وضحت؟ ها حد عنده اي مشكله؟ ها يا شباب اللي عنده اي مشكله يوقفني. طيب شيء ممتاز، كويس جدا. يبقى احنا النهارده عملنا فايل سيستم،
بالمناسبة كمان لو انت عايز تجيب معلومات الفايل سيستم ده مش هيبان مع الاي اكس او اسف مع الاكس اف اس. طيب لان الاكس اف اس ليه يوتيليتي خاصه بيه لسه هناقشها معاكم، لسه هنوصل لها كمان كام يوم كده، مش كمان كام يوم، بكره ان شاء الله، بكره او المره الجايه. طيب تعالى نعمل اماونت كده السلاش ميديا، وتعالى نعمل فورمات المره دي باي اكس تي 4 كده، وتعالى بعد ما عملنا ماونت اسف بعد ما عملنا حتى من غير ماونت اساسا مش محتاج اعمل ماونت حتى، تعالى كده اعمل له ماونت برضو. انا عملت له فورمات، لو جيت اقول له كده بص لي كده عندي اي تي سي ايه اللي حصل لها لما عملت له فورمات؟ ها اي تي سي راحت، شيء منطقي. يبقى لما تعمل فورمات ايه اللي هيحصل للداتا؟ مع السلامه مع السلامه، خليك فاكر الحكايه دي. طيب لو انت عايز تجيب معلومات البارتيشن ده بالكامل ممكن اخدها كده على لس، عايز تجيب معلومات البارتيشن ده بالكامل، معلومات اللي خلفوه كمان بالتفصيل الممل، دمب اي 2 اف اس هيشتغل على الاي اكس تي 2 وعلى الاي اكس تي 3 وعلى الاي اكس تي 4. ماشي كده، بص لي كده كل حاجه عن الفايل سيستم ده، والفايل سيستم ده بيسبورت ايه بالظبط؟ الديفولت ماونت اوبشنز بتاعته، شايف؟ خلاص هوريهولك حالا، هو ثانية واحدة. حتى الاينود سايز قد ايه؟ وكم اينود تيبل موجود؟ شايف؟ ايه رأيك؟ طيب ايه كمان؟ الفايل سيستم ده اتكريت امتى؟ الماونت اخر ماونت تايم كان امتى؟ واخر مرة اتكتب عليه كان امتى كمان؟ واخر مره اتعمل له تشيك كان امتى؟ اهو كل حاجه عن الفايل سيستم ده، تاريخ عيلته وتاريخ اللي خلفوه، ماشي كده؟ اهو دمب اي 2، دمب اي 2 اف اس معناها دمب اكستندد تو فايل سيستم. خلاص حد عنده أي مشكلة؟ طيب كلام جميل. آخر حاجة بقى عشان إيه؟ يبقى خدنا كده البيزكس وبعد كده ننطلق بقى. نبقى كده خدنا البيزكس وبعد كده ننطلق. إن لو أنت عندك فايل سيستم خلاص؟ وهوب الكهرباء فصلت عليه. ممكن لما تيجي تبدأ أو تعمل ماونت للفايل سيستم دون هيقول لك الفايل سيستم بتاعك ده فيه مشكله لازم تعمل له تشيك. حد فيكم جرب قبل كده في ويندوز اكس بي ايام زمان لما كان الكهرباء تفصل على المكنه، يفتح ويندوز اكس بي يجيب لك الشاشه زرقاء كده ويقول لك ان هو محتاج يعمل تشيك ويقعد يعمل تشيك ديسك، فاكر؟ ها فحكايه قطع الكهرباء دي بتعمل مشكله كبيره جدا. فممكن لو الكهرباء فصلت عليك ايه اللي يحصل؟ ها يحصل بارشال داتا كوربشن، تمام؟ فيطلع يقول لك لا 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 لازم تعمل تشيك للديسك ده، لازم تعمل تشيك للديسك ده، تمام كده؟ طيب كلام جميل. ما ينفعش تعمل تشيك للديسك والبارتيشن ماونتد، خليك فاكر لو عملت تشيك للديسك والبارتيشن ماونتد هيحصل داتا كوربشن، فلازم تتاكد هل البارتيشن ده ماونتد ولا لا. حتى لو انت جيت كده اي 2 اف اس تشيك سلاش ديف اس دي بي 1 هيطلع يديك على وشك بالقلم ويقول لك استنى عندك البارتيشن ده ماونتد، خليك فاكر الحكايه دي. يمنع منعا باتا ان انت تعمل تشيك للفايل سيستم وهو ماونتد. خلاص بالظبط كأنك بتعمل عملية المريض من غير بنج،
وهو صاحي، بتعمل عملية المريض وهو صاحي، لازم تعمل له اماونت الاول ديف اس دي بي واحد، اعمل له اماونت الاول، بعد كده اعمل له تشيك زي ما انت عايز. لما عملت له تشيك قال لك الفايلز ده كلين وزي الفل، مفيش اي مشاكل فيه. طيب لو كان حصل بارشال داتا كوربشن والمكنه بتاعتك ها طلعت لك كده وانت بتعمل فايل سيستم تشيك، قالت لك لا 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 ده انا لقيت في اي نود كوربتد عندك يا سيدي، ولازم المشكله دي تتحل قبل ما اعمل ماونت، فانت ممكن تقول له كده داش اف، داش اف معناها فورس، هاي فورس انه يعمل فايل سيستم تشيك عندك اهو. خلاص تمام كده؟ حد عنده اي مشكله؟ خليك فاكر، خليك فاكر اوعى تعمل تشيك للفايل سيستم وهو ماونت، ده رقم واحد. الحاجه الثانيه ممكن تيجي تعمل، ممكن انا مش بقول لك في الطبيعي ده اللي هيحصل، في الطبيعي ده مش هيحصل، ممكن لو الكهرباء فصلت على السيرفر او على المكنه بتاعتك تيجي تعمل تشيك عادي كده يقول لك لا يا عم ده انا لقيت في داتا كوربتد انا مش هكمل. في الحاله دي لازم تقول له كمل وصلح المشاكل اللي موجوده. لما تيجي تقول له كده عايزك تكمل فورس التشيك ها، هنا في حالتي ما طلعليش اي مشكله، بس في حالتك هيطلع لك يقول لك لا 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 انا لقيت البلوك رقم كذا كوربتد ها، عايزنا كوركت المشكله دي، هتقول له يس هيكمل وهيشتغل معاك. خلاص كده تمام. يبقى لو انت جيت تشيك وقال لك لا انا مش قادر اكمل تشيك لاني لقيت في داتا كوربتد ها، هتستخدم الاوبشن اللي هو داش اف. وطبعا مش عايز اوصيك لما تيجي تستخدم ده قبل ما تستخدم داش اف لازم تاخد باك اب من البارتيشن. خليك فاكر الحكايه دي اهو، بعيد وبكرر، طالما هتستخدم الاوبشن اللي اسمه داش اف خد باك اب من البارتيشن الاول. واضحه؟ باك اب للبارتيشن نفسه. طيب سؤال بيطرح نفسه، انا ازاي ممكن اخد باك اب للبارتيشن حتى لو هو مش اكسسبل؟ ما انت بتقول لي هتاخد باك اب، انت اصلا البارتيشن مش عارف تعمل له ماونت، ده البارتيشن فيه كوربشن ها، ازاي تعمل باك اب للبارتيشن حتى لو هو اصلا مش اكسسبل؟ فاكر الامر اللي اسمه دي حبيبك، هتقول له المره دي الانبوت فايل بتاعك هو ديف اس دي بي واحد، الاوتبوت فايل بتاعك حطه لي في ملف اسمه مثلا وليكن اس دي بي واحد داش باك اب اهو، زي ما هو كده هيبدا بياخد باك اب من البارتيشن بتاعك بالكامل ويحطه لك في ملف عندك اهو. لا انا حطيته في السلاش صح اهو، اس دي بي واحد داش باك اب ال اس داش ال اتش اهو، بدا لي ياخد باك اب منه. طبعا انا ما كملتش لان ما عنديش وقت، استنى ياخد 20 جيجا يعني، مش للدرجه دي يعني. خلاص يبقى كده انت عرفت ازاي تاخد باك اب من البارتيشن. بعد ما خدت باك اب منه ممكن تنفذ تاخد ايه ها، تعمل له فورس تشيك. تمام؟ حد عنده أي مشكلة؟ ها؟ حد عنده أي سؤال؟ طيب ماشي. يعني هيبقى الباك اب كوربتد والبارتيشن كمان كوربتد؟ وبعدين هو أنت لما بتاخد باك اب بتحطه على إيه يعني؟ بتكتبه على ورقة بيضة ولا بتحطه على ديسك بتاعك؟ بتفترض افتراض غريب جدا على فكرة. ده انت لما بتاخد باك اب بتحطه على بورتابل ديسك صح؟ بالعقل يعني، او بتحطه على شيرد ستورج موجود عندك. هو انت بتاخده على ورقة يعني هيقع عليها شوية نسيتها هتبوظ؟ بعدين انت بتاخد الباك اب للفتره اللي بتعمل فيها فايل سيستم تشيك، هو الفايل سيستم تشيك كله على بعضه بياخد كام دقيقه؟
ولا كام ثانية حتى، 20 30 ثانية مثلا، دقيقة يا عم. الفايل سيستم بتاعك 10 تيرا وبياخد 5 دقايق، مش للدرجات دي يعني، ما بياخدش الوقت الرهيب اللي انت متخيله. ده الفايل سيستم تشيك بيروح يتشيك الاينود تيبل بس. ها، بيروح يتشيك الاينود تيبلز بس، مش بيتشيك اللي اقول لك ايه، البارتيشن كله كامل من اوله لاخره، مش بيعدي على البلوكس واحد واحد كده يشوفه، لا ده بيروح الاينود تيبل بيشوف الاينود تيبل كونسيستنت ولا لا. لو لقى كونسيستنت مفيش اي مشاكل فيه خلاص، لو لقى فيه مشكله هيغير الانتري دي بس بتاع الاينود تيبل، يعني هيغير انتري الانتري بتاع الاينود تيبل دي تكاد لا تتخطى بالبايت اساسا. هو كل اينود تيبل اصلا هيخزن كم معلومه، هو هيخزن رقم الملف وهيخزن البرميشن بتاعته والاونر بتاعه. فتخيل لو عندك 100 ملف مثلا بايظين يا عم، ها عندك 1000 ملف بايظين، هيغير كله كام كيلو على بعضه؟ 10 ميجا مثلا، 5 ميجا مثلا هيغيرهم. لو غير 5 ميجا، 5 ميجا دول يتكتبوا في قد ايه؟ في ثانيه مثلا، بتقلب اقل من ثانيه صح بالعقل يعني. انا لسه بكتب لك على الديسك بتاعه بكتب ب 60 ميجا بايت في الثانيه، فالفايل سيستم تشيك كله عندي ما ياخدش 5 ثواني اساسا بالعقل يعني صح. خليك منطقي شويه بس، ماشي كده؟ لا مش بتعصب، بس بتفرض يعني افتراضات مش منطقيه ابدا. بقول لك قبل ما تعمل فايل سيستم تشيك تاخد باك اب، تقول لي طب افرض الباك اب هو اللي باظ، مش افرض البارتيشن هو اللي باظ. انا بالنسبه لي انا كنت مفترض سؤال تاني، افرض هو بيعمل تشيك البارتيشن هو اللي باظ مش الباك اب هو اللي باظ. فانت رحت جاي لطشني على وشي بالقلم بصراحه. بصراحه حق اتعصب يعني. اه والله ده جات لي تشطيب القلم على وشي. السؤال اللي انا كنت متوقعه ان فرضا وانا بعمل فايل سيستم تشيك هوب مش الباك اب اللي باظ بقى، لا راح قايل لي انا وانا بعمل تشيك وبعمل فورس تشيك الاينود تيبل ضرب مني. طب ارستور المشكله دي ازاي؟ زي ما انت عملت كده دي دي من شويه، اعكس دي دي، خلي ده يبقى ده الانبوت فايل، وخلي الاوتبوت فايل بتاعك هو مين؟ ديف اس دي بي 1. كده رجعت كل حاجه اهو. انت تضحك يا عم انت وهو في ايه؟ ما انتوا ساكتين انتوا كمان، ما انتوا لو كنتوا اتكلمتوا ما كانش هو سالني السؤال ده. والمصحف انت سالت سؤال تاني، انت قلت لي لو الباك اب هو اللي باظ مش لو البارتيشن الاصلي هو اللي باظ. طب انا افهم اللي انت عايزه ازاي طيب؟ حط نفسك مكاني بس. ها ما علينا، وضحت؟ طيب اعتبرك ماشي، المرة الجاية ابقى اخش مخك وافهم انت عايز ايه وبعد كده اجاوب على السؤال ده. يا عم انا مش شغال ساحر وربنا. طيب حد عنده اي سؤال كده دلوقتي؟ ها، يبقى خليك دايما فاكر قبل ما تعمل فورس للفايل سيستم تشيك اعمل ايه؟ ها، باك اب الاول للبارتيشن بتاعك عشان لو حصل لا قدر الله اي مشكله تقدر تريستور الباك اب ده، ماشي؟ عاده ما عمر ما حصل معايا والحمد لله وحصل مشكله وانا بعمل فورس تشيك، عمرها ما حصلت معايا. سمعت مره حصلت بس من كام يوم مع محمد ماهر نصر وقال لي حصل له مشكله والداتا كلها راحت وصاحب الشغل كان هيقلع له مالت، ودي اول مره اسمع ان حد يحصل له كده وهو بيعمل فايل سيستم تشيك الداتا كلها راحت. اول مره في حياتي خلال 11 سنه شغل مع لينكس اهون ان اسمع وحد بيعمل فايل سيستم تشيك الداتا بقت كوربتد، دي اول مره بصراحه. لو انا صاحب الشغل هقلع له مالت، دي اقل حاجه ممكن اعملها يعني. ماشي، بس هو حظهم ان هم كانوا واخدين باك اب قبل
قبل ما تحصل المشكله دي ليلتها بالليل، فما كانش الموضوع مأثر معاهم قوي ماشي كده. فحد عنده اي مشكله؟ آه ده واحد صاحبي يعني، ده اللي كان سجل كورس او واللي كان مسؤول ان هو بيسجل كورس اللينكس اللي كنت شرحته كده من 3 سنين كده ولا حاجه، هو اللي كان بيسجل الكورس. محمد ماهر ناصر هو محمد عطله بتاع كورس كنت بشرحه من 3 سنين، هو نفس الشخصيه بالظبط. الاسئله العشوائيه ماشي. طيب حد عنده اي مشكلة اي سؤال؟ طيب ماشي. هنكتفي بهذا القدر النهاردة ان شاء الله. مطلوب منكم تاسك لكل واحد فيكم النهاردة، تاسك لكل واحد فيكم النهاردة ان بكرة يكون جاي لي ضايف لي ديسك على المكنة، ويكون عامل لي 2 بارتيشنز والاتنين برايمري خلاص. كل ديسك او اسف كل بارتيشن فيهم واحد 5 جيجا والتاني 8 جيجا، واحد اي اكس تي 4 والتاني اكس اف اس. خلاص وضحت. يوم الحد استلمها منكم ان شاء الله، يوم الحد استلم التاسك دي منكم مرة تانية. التاسك عايز تضيف لي ديسك جديد اسمه اس دي بي، واس دي بي ده ها يكون عليه 2 بارتيشن، الاولاني 5 جيجا ونوعه اي اكس تي 4 والتاني 8 جيجا ونوعه اكس اف اس. تمام. الاي اكس تي 4 يكون معمول له ماونت في سلاش داتا، والاكس اف اس يكون معمول له ماونت في سلاش وورك. اظن واضحه. حد عنده اي مشكله؟ بدل ما تعمل له ماونت في ميديا ها ولا في ام ان تي، هتعمل له ماونت في مكان تاني اسمه سلاش وورك او سلاش داتا. معنى كده هتضطر تعمل فولدر اسمه وورك وفولدر اسمه داتا الاثنين تحت السلاش ها. ماشي. طيب الفيديوهات هبعتها لكم النهارده ان شاء الله، الفيديوهات هبعتها لكم النهارده ان شاء الله تمام كده. هرفع بس الجديد ده، انا اصلا القديم رفعته اساسا، القديم مرفوع بس ما كانش عندي وقت والله ان انا ابعت لكم حتى اللينك اساسا، فهرفع الجديد ده معاه وابعت لكم اللينكين مره واحده تمام كده. طيب مش هقول لك وانت كمان والله بأسئلتك العشوائية دي. طيب ايوه ممكن تكلمني، مش عارف انت معاك الرقم بتاعي ولا لا. ممكن تكلمني ان شاء الله اكون فاضي دلوقتي يعني. تمام. طيب نتقابل يوم الاحد ان شاء الله وحلقة جديدة بإذن الله، هنتكلم بقى على بقية الماونتنج بقى وبعد كده نخش في الفيم. بص يوم الاحد ده هيبقى يوم كده زي بقول لك اليوم السلطة بتاعنا، اللي هو هنتكلم فيه بتاع 3 4 5 مواضيع جديده ان شاء الله، عشان نبدا بقى ننهي في الكورس بتاعنا ده. تمام. ايوه ده الرقم بتاعي، ممكن تكلمني عليه في اي وقت يعجبك. ماشي. ماشي يلا. السلام عليكم.